روايه تركيانا من سلسله سفاري، العدد 28 للدكتور احمد خالد توفيق بصوت هاجر محمد، وده اول تسجيل روايه ليا، فياريت تدعموني. سفاري مصطلح غربي تم تحريفه عن كلمة سفارية العربية، وحين يتحدثون عن السفاري فهم يتحدثون عن رحلات صيد الوحوش في أدغال إفريقيا، لكن وحدة السفاري التي سنقابلها هنا كانت تصطاد المرض في القارة السوداء وسط اضطرابات سياسية لا تنتهي وبيئة معادية وأهالي متشككين. بطلنا الذي سنقابله دوما ونألفه ونتعلم أن نحبه هو دكتور علاء عبد العظيم، شاب مصري ككل الشباب اختار أن يبحث عن ذاته بعيدا وسط أدغال الكاميرون في بيئة غريبة وأمراض أغرب وأخطار لا تنتهي في كل دقيقة. وفي هذه الروايات نقرأ مذكرات دكتور علاء، نعيش معه ذلك العالم العجيب الذي لم تنجح الحضارة في تبديل معالمه. سنلقى الكثير من الفيروسات القاتلة والصحراء المجانين وأكلت لحوم البشر والمرتزقة الذين لا يمزحون وسارقي الأعضاء البشرية والعلماء المخابيل. سنلقى كل هذا ونلقى محاولات طبيبون الشاب كي يظل حيا وكي يستطيع في الوقت ذاته أن يظل طبيبا. تعالوا نلحق بوحدة سفاري في الكاميرون، تعالوا ندخل الأدغال ونجوب السافانا ونتسلق البراكين، تعالوا نواجه المرض مع فريق سفاري. هنبدأ بقى. السحابة. إلى حد ما استقرت بالحياة من جديد في سفاري، عادت قدماي المتعبتان إلى الحذاء القديم الأمين فشعرت براحة لا مثيل لها. لا أنكر أن كينيا كانت حذاء جديدا ضيقا جعل أصابعي تتورم. أنتم تعرفون أني سأجرب حظي في أوغندا وجنوب إفريقيا وعدد من بلدان القارة السوداء، لكني في كل مرة سأعود إلى أنجوانديري التي أحببتها وأحبتني. كانت حياتي الآن تتحرك على محورين جادين. المحور الأول هو انهماكي الشغوف في الدراسة، لا أعرف السبب لكني رحت أنهل المعلومات نهلا كأني أرض عانت الكفاف كثيرا. ومن جديد صورني ذلك الشعور الخادع بأن الإجابة على كل شيء توجد في الكتب، وهو انطباع خاطئ طبعا لكني أعرفه جيدا. حينما أندمج في وهج التعلم، حين توضيح أعتقد المعلومات الستار عن أسرارها، فتبدو السطور سهلة كأنها كتاب القراءة الرشيد. حقا لا أعرف سر هذه الظاهرات العجيبة ولا سر لتلك الشعلة المقدسة التي اشتعلت في عقلي، لكني سعيد بها وأدعو الله أن تطول فترة لا بأس بها. صرت أقضي الليلة أو أكثره شاعرا بأني جالس بين أيدي السادة ليستر وكوخ وهالستد، وسواهم أصغي لهم في نهم مفعما بالأماني الامتنان لأنهم يعطلون وقتهم من أجلي. المحور الثاني هو تقبلي النفسي لفكرة الأبوة. كانت برنادة العزيزة تمارس عملها في البيت والعمل، فلم يتغير شيء. لم يعلن الجنين عن وجوده بعد انتفاخ في بطنها وكف عن طريقته القديمة الكئيبة. لقد تقبل جسدها فكرة ذلك الجسد الدخيل واستسلم له. على أن أهم عامل في حياتي كان تلك الفترة من الهدوء النفسي والانتعاش الوقتي. يطلق الأمريكان على هذه الفترة اسم السحابة 9، ولا أعرف لماذا هي 9، لكنها على كل حال تلخص الموقف. وكما يقول الشاعر العظيم صلاح جاهين في رباعياته: يا ترى أنا مت وإلا وصلت للفلسفة. يا ترى أنا مت وإلا وصلت للفلسفة. لم يكلفني بارتلي بمهمة غامضة من مهماتي، ولم يتفشى وباء غامض في الوحدة، وبالتأكيد لم يغادر الموت المشرحة ليشاهدوا التلفزيون. لقد بدأت أفهم كيف يمارس الأشخاص الطبيعيون حياتهم. أنت تعرف بالضبط ماذا سيحدث غدا وبعد شهر لو ظللت حيا: استيقاظ، إفطار، عمل، غداء، عمل، استذكار ونوم وخطابات. نعم هناك الكثير منهم كالعادة، بعضها من الوطن وبعضها من كينيا، حيث الأصدقاء الذين اشتعلت صداقتي بهم كالبراكين وهي الآن توشك على أن تخمد كالجليد. كانت علاقتي منتظمة بشارل سينوري
مدير الوحدة هناك الآن عبر الخطابات، وقد تجدد شعوري السابق بأنه من أقرب الناس إلى روحي في وحدة سفاري، كما أنه فيلسوف وفنان يمارس الطب. حسن، لا أعرف ما يقولون عنه في وحدة سفاري في كينيا، لكني أوشك أن أرى الإجابة. إنه مدير غير كفء، لا يمكن أن يكون صاحب تلك الصفات متمتعا بمواهب إدارية. إن الإدارة تتطلب المزيد من الدنيوية وقدرة أقل من التجرد. الفلاسفة يجلسون في الظل يتأملون، بينما القادة يخرجون ليقودوا. كانت مراسلتنا عن طريق البريد الإلكتروني، تلك الطريقة التي قضت على الخطاب التقليدي ذي الطابع والمظروف. هكذا لم يعد الرد على الخطاب طقسا، وإنما هو نشاط تمارسه في أي وقت. تعالي يا برنادت وأصغي، إن هذا هو خطاب سينوري الأخير، وفيه يحكي لي عن قصة عجيبة عاشها في كينيا مع قبائل تركانا، وهي ثانية أهم قبائل كينيا بعد الماساي. أنا لم أرى هذه القبائل ولما أتمنى أن أراها، فكل ما أسمعه عنها كئيب ثقيل على النفس. لكن سينوري خاض مغامرة لا بأس بها، ربما هي المغامرة الجديرة بأن أكون طرفا فيها، لكني لم أكن هناك، هذا متوقع. فمهما كان حبي للمتاعب، لابد أن تحدث قصة أو اثنتان في القارة السوداء من دوني. إنه خطاب طويل جدا، لهذا أرسله لي على عدة أجزاء. أقترح أن تنتهي من عمل المنزل الروتيني الأول، الأطباق سأغسلها طبعا، زمنت هذا عملي منذ تزوجنا، لكن ليس مسح الأرضية من فضلك، لأني لا أعرف كيف يمارسون هذا العمل، ولأني لا أتصور نفسي أمارسه. هل فرغت يا عزيزتي؟ تعالي إذن أجلسي جواري، سأتلو عليك الخطاب. عزيزي علاء، كتبت لك في خطابي الأخير عن انتظاري لمجموعة من المسؤولين النرويجيين، والحقيقة أني لم أكن على علم تام بهدفهم من هذه الزيارة. لا أحب السكندنافيين عامة، ولعل المدير السابق ستيجوت له دور ما في هذا. يخيل إلي أن الطبيعة تطبع شخصية المرء ببصمة لا يمكن محوها. البريطانيون باردون لا ينفعلون، هذا هو ما يحتمه طقس بلادهم اللعين. كذلك هؤلاء القوم من الشمال الذين يفطرون على الرنجة ويتحملون البرد طيلة العام، لهذا يكتسبون هذا الطابع الجليدي البارد ثقيل الظل نوعا. لقد اعترف سوميرت موم بأنه لم يطق قط مسرحيات النرويجي إيبسن لأنها سخيفة ثقيلة الظل مملة، وكانت صالحة لعصرها لا أكثر. هذا شيء لم يجرؤ أحد على الاعتراف به بين المثقفين، أما وقد قرأت هذا الاعتراف فإني أحييه وأرقص له طربا. جاءت المجموعة إلى سفاري وعرفت أنهم خليط غريب من الأطباء وخبراء تجميد الأسماك والأنثروبولوجيين. كلا، لست مجنونا، إنها الحقيقة، هي ما قرأته. أنت بالفعل والسبب ستعرفه فيما بعد. قائد الفريق هو إداري نرويجي يدعى تريجي كول فيرد، إنه اسم نرويجي جدا كما ترى، يجعل الدم يتجمد في عروقك، وهو كذلك نرويجي جدا كما تراها في القصص المصورة. الشخص الثاني المهم في الفريق امرأة، والمرأة مهمة دوما ولها ثقل، يعرفه كل خبير في التصوير الفوتوغرافي. إنها عالمة أنثروبولوجي تدعى مارجريت، إنها تمثال بارد أشقر الشعر لمحارب الشمال في الأربعين من العمر على قدر من الجمال، لكنها تغلفه بخشونات وعدد لا بأس به من الأوردة النافرة وأنامل مكسوبة بالتبغ. هناك أشخاص آخرون لن أصدع رأسك بهم، وسوف يأتي دور كل منهم في حينه. وكان هناك الكثير من الكلام عن الهدف من قدومهم، لكنني خمنته على كل حال. حين يرتبط النرويجيون مع كينيا يكون السبب هو قبيلة تركانا. كل من يعمل في القارة السوداء يعرف هذا. بعض هذه الأسباب أثبت أنه حقيقي، والبعض الآخر تبين فيما بعد كانت أسبابا عجيبة جديرة بأن أقصها عليك. وأعتقد أنك ستضحك طويلا حين تسمع القصة كاملة، وإن كنت لن أضحك مثلك بالتأكيد. تركانا، عزيزي علاء، كانوا ينتمون إلى منظمة نوراد، ونوراد إن كنت لا تعرف يا علاء هي منظمة نرويجية جعلت همها الأوحد مساعدة قبائل تركانا البائسة على الحياة وعلى التحضر. كل هذا جميل، لكن ما دوري أنا؟ قال لي كل فرد وهو يجلس في مكتبه يضغط بلا توقف على أزرار في حاسبه الآلي النقال. نحن نعمل من دون وحدة طبية ثابتة تدعمنا، نحن بحاجة لمستشفى وأطباء ومختبرات. عندكم منظمة الصحة العالمية وهي تملك الإمكانيات والمال، إنهم
أقدر على معونة برغوث في القطب الشمالي لو راق لك التشبيه. لم يبتسم، هذا هو ديدا النرويجيين، وقال هم لا يريدون مساعدتنا، إنهم مكتفون ذاتيا ولا يؤمنون بأهمية ما نقوم به. ثم أشار إلي كأنه يتهمني. وحدة سفاري أكثر مرونة ويمكننا التعاون معها، إن لدينا الخبراء ولديكم الوحدة الطبية ووسائل النقل. لم أرى ما يمنع، إنهم مصممون ومن الواضح أنهم يعرفون ما يقومون به، إنهم على استعداد لسداد تبرع لا بأس به للوحدة. وأنت تعرف أن التبرعات أهم أمر ترحب به الوحدة في كل وقت. هنا فقط فكرت فيك يا علاء، هذه الحملات تناسبك أكثر من أي شيء آخر. تتسلق كليمنجارو أو تتوغل وسط الأحراش، لا أستطيع أن أتخيلك ثابتا في مكانك متعقلا، لكنك للأسف لم تعد هنا. من يدري، ربما لا نلتقي أبدا بعد هذا. وبدأت ترشيح الفريق المناسب، وانتقيت بعض الأسماء، لكنهم كما هو واضح كانوا بحاجة إلى أحد الأطباء المناطق الحارة، وكنت أنا مناسبا لأنني مختص بهذه الأمراض، بالإضافة إلى أنني رئيس الوحدة وأملك الكثير من الصلاحيات. استغرق الأمر بعض الوقت حتى أقنعوني. أعرف أنك لا تحب التفاصيل الإدارية، لهذا لن أصدع رأسك بها، لكني كنت واضحا في كلامي. لن أترك الوحدة أكثر من يومين، سأذهب بشكل رمزي، وبعد هذا فليدر دولاب العمل من تلقاء نفسه. ووكلت إدارة الوحدة إلى جوتي، إني أعرف أنه يملك الكفاءة والرغبة. ما هي المهمة؟ كل شيء في الواقع. أنت تعرف أن قبيلة تركانا تعاني الفقر والبطالة ومشاكل الجفاف. أضف لهذا أن جميع أفرادها تقريبا مصابون بداء الحويصلات المائية هياتيتسيتس، سببها طبعا إكينوكوكس جرانيولوزا، لسه مذكرها من ساعة بالظبط، وهي كما يبدو عادة بذيئة لا ينوون التخلي عنها بسهولة. لا أنسى هنا أن أذكر مشاكلهم مع المراعي، وهو ما يؤرق النرويجيين، فهم يؤمنون بأن الرعي يفسد الأرض التي يتم عليها، وهكذا لا تجدي نفعا حتى يأتي الجفاف على مناطق أخرى، بينما القبيلة لا تكف عن الترحال بأغنامها وأبقارها، وبالتالي هي تنشر الجدب حيثما ذهبت، كأنها تحمل لعنة إغراقية ما. من الصعب أن تجد قبيلة جديرة بالرعاية أكثر من هذه على وجه الأرض. وبرغم أني في سفاري منذ سنوات لم أعد أذكرها، فإنني لم أتعامل مع هذه القبيلة من قبل. كان الواجب يناديني فقبلت. من نافذة الطائرة رحت أرمق كينيا التي لم أرها من السماء منذ زمن بعيد. حقا بلاد جميلة، بكر ما بكر كما يمكنك أن تفهم البكارة، ليست الكونغو طبعا، لكنها ما زالت تحمل البصمات الأولى التي يشتهيها الغربيون من أمثالي. جواري كانت تلك المرأة جير هانسن، بسيطة جدا في قميصها قصير الكمين والسروال الجينز، أنفاسها تدل بوضوح على أنها مدخنة من الطراز الثقيل. هذا نمط شائع تعرفه أنت بالتأكيد، امرأة جافة أقرب للخشونة، لابد أنها تدخن كمحرقة تتجسس. وكانت تلتقط الكثير من الصور بكاميرا أخرجتها من حقيبتها، ولا تكف عن الكلام النرويجي مع أصدقائي بالنرويجية مع أصدقائها. نسيت أن أقول لك إنهم جميعا يتكلمون الفرنسية ببراعة، سألتها وأنا أعتذر في مقعدي، أول مرة لك في كينيا. الخامسة، قالتها دون أن تنظر لي، وأول مرة مع تركانا. الخامسة، هذه امرأة مخضرمة إذن، تعرف الكثير عن هذه القبيلة. من بعيد رأيت تلك البحيرات الضيقة، أعترف بضعفي في الجغرافيا. أنا أعرف أن هناك بحيرة كبرى هنا، لكني لا أعرف التفاصيل، ربما نسيت اسمها أيضا. أثرت الصمت كي لا أبدو غبيا، المفروض أن هذا بلدي وكان يجب أن أقوم بمهمة الدليل له. إلا أن أحد النرويجيين وهو شاب نحيل أخضر العود سألني في حماسة، ما هذه البحيرة؟ قالت المرأة في حدة وهي تواصل التقاط الصور، تركيانا. هكذا أنقذت حياتي، ويبدو أنها خمنت أني لا أعرف، فوصلت شرحها بالفرنسية. بحيرة تركيانا التي كانت تدعى بحيرة رودولف سابقا، إنها تغطي شمال غير بايكينيا، يغذيها هذا النهر أومو. هل تراه؟ على ضفافها قامت حضارة عريقة جدا، ولكن حضارة ليست الكلمة الصحيحة لنقل أقدم حياة، بل برهنت أبحاث الحمض النووي الDNA على أن هذه أقدم قبيلة بدائية في العالم. بدأت أفهم لماذا تتواجد عالمة أنثروبولوجية
وسط فريق السيرك. هذا سمعت عن هذا الموضوع من قبل، لكن التواجد مع خبيرة في علم الأجناس سيضيف خبرات الكثير. إن حضرت الطائرة لمستوى أقل فاستطعنا أن نرى التماسيح غافية بسبب الحر على الضفاف. لا تصدق أنها بهذه الكثرة، يمكنك أن تفترض أنها جذوع أشجار جافة على الضفتين وتصاعدت شهقات المنبهرين. هناك أفراس نهر لا يبدو منها إلا أنوفها، لكن البحيرة عامة توحي بالقذارة، هي أقرب إلى بركة آسنة تغفو هناك في الشمس. الآن تمتد أمامنا الصحراء الكئيبة، الصحراء الرهيبة، المكان الذي يبدو كالجحيم بالنسبة لنا، لكنه المكان الذي يطلق عليه الرجل من تركيانا كلمة بيتي. من فوق رأينا مجموعة من البدو بدأوا يختلفون طبعا عن بدو المنطقة العربية، وكانوا يراقبون الطائرات في برود. تعودت على أنه لم يخلق بعد البدائي الذي لا يلوح للطائرة وهي بتهبط كما لو رآها من قبل. أما هؤلاء فكانوا يتصرفون بلا مبالاة غريبة من نوعها، وعرفت أننا قريبون من عاصمة هؤلاء القوم، قرية تعايزة فيها 20 كوخا اسمها لودوار. أما هذه القرية فتعتبر ضاحية واسمها كاكوما، وبها 7 أكواخ. هناك قرى أخرى مهمة مثل لوكيتشوكيو ولوكيتشار وإليا، ومن الواضح أننا سنزورها جميعا فيما بعد. بدأت الطائرة تهبط محدثة سحابة مريعة من الرمال، لكنهم لم يكلفوا خاطرهم بإغماض العيون. ثم إننا ترجلنا، مشى كل فورد نحوهم وحياهم ملوحا بيده، ثم بدأ حديثا طويلا معهم لم أفهم منه شيئا. وإن أدركت فيما بعد أنه باللغة النيلية التي يتكلمونها ويجيدونها. إن قبيلة تركيانا التي يبلغ عددها 350 ألفا جاءت من السودان أصلا، وما زال بعض أفرادها موجودين في جنوب السودان وشرق أوغندا وشمال كينيا حيث نحن الآن. هذه مجموعة من القبائل يطلق عليها اسم النيلية لأنها جاءت من حول النيل أصلا. هكذا تحرك الجميع ومشينا فوق الرمال الحارقة بعد أمطار، وفي النهاية استطعنا أن نرى تلك القرية الغريبة التي رأيناها من أعلى، وكأن تلك الصحراء تطل عليها. إنها في منخفض عميق نوعا ما، هذا واد والوادي قريب من طريق وعر غير ممهد، وثمة لافتة بالفرنسية تقول مقبرة السائقين المتهورين. غريب أن تجد هذه اللافتة هنا، لكني عرفت أن هذا الوادي يلتهم كل السيارات المسرعة التي تكتشف فجأة أن هناك منخفض. هكذا تنقلب السيارة بلا إنذار. كان عددهم قليل، ثم تفكر عام واضح هنا. بصعوبة يمكن أن تتبين الرجال من النساء، إن الرجال أجمل وأكثر رقة من النساء، حيث تعتبرهن نساء لمجرد الدقة التشريحية واللغوية لا أكثر. لاحظت أن بطون هؤلاء القوم كبيرة في الغالب، كأنهم يعانون استسقاء عاما. هناك أطفال يتصايحون وكلاب تنبح. الغريب أن حال هذه الكلاب كان أفضل من البشر. اتجه كل فرد في ثقة وسط القوم إلى رجل متقدم في السن يقف على ساق واحدة ويرمقنا في حدة مغمضا عينا واحدة على سبيل التركيز. لا تحتاج إلى فهم اللغة كي تدرك أن هذا هو الزعيم لهذه القرية. عار تقريبا ما عدا قطعا من صوف الأغنام، عار تقريبا ما عدا قطعا من صوف الأغنام وجلود البقر يضعها فوق العورات. ثمة عظمة تخترق شفته السفلى ليبدو أجمل، وقطعة من السلك والأثر الوحيد للحديد هنا يغرسها غرسا في لحم فروة الرأس. كنت أعرف هذه العداء وأخالك ده تعرفها، إنها حسب القواعد الطبية هنا أضمن الوسيلة لطرد القمل من الرأس، والسبب كما هو واضح هو أن هؤلاء القوم لا يستحمون أبدا. لا أحسب السبب هو القذارة ولكن ندرة الماء. بالإضافة لهذا كان يملك أكبر بطن في القرية، بطن لنقول أنها كانت تتدلى لتلامس الأرض. حالها حتى لا تتهمني بالمبالغة، قالت لي مارجريت وهي تتقبض ذراعي بحركة تلقائية، هذا هو الزعيم كوباكو لاغا، هو رجل أسطوري. نظرت طوله في حيرة وهمست في أذناه، واضح تصوري أني عشت في هذا البلد دهرا ولم أعرف قط أن هناك بدائيين بهذا الشكل. ها هو السحر المميز لهم، انتزع البدائية ولن يبقى منهم شيء. ثم بدا عليها بعض الضيق وأردفت، المشكلة أن هذه مهمتنا بالضبط، أن ننزع منهم سحرهم البدائي. كان الرجلان القادمان من حضارتين متباعدتين أشد التباعد يتمازحان الآن. الزحيم يضحك مطوحا رأسه إلى الوراء، يمكنك أن ترى أكثر أن أكثر أسناني تم انتزاعها
وفي هذه المرة لم أخجل من أن أميل عن النرويجية استفهم منها عن سر هذه الأسنان الغريبة. قالت هامسة: الكزاز تيتانوس، إن المرض متفتش هنا. ولما كانت أحد المعاملات علامات الكزاز تقلص الفكين حيث يستحيل فتح الفم، فقد تحايل القوم بهذه الحيلة. إن المرء منهم يصاب بالكزاز، لكن أسنانه المنتزعة تسمح بإدخال اللبن والماء إلى فمه المطبق. فهمت وتذكرت عادة مماثلة لدى قبائل الماساي التي تعاملت معها كثيرا، ثم إن هذه الطريقة تجعل جماجم هؤلاء القوم شبه مختومة، يمكنك أن تتعرفها في أي مكان. وبالفعل نظرت من حولي فوجدت أن هذه العادات موجودة لدى كل القوم الموجودين. إلى دار الزعيم اتجهنا، ودار الزعيم عبارة عن فضفاضة لأن داره عبارة عن قطعة من جلد الماشية معلقة بين عصوين خشبيتين. وقد جاءت امرأة تحمل وجرة مليئة بسائل ماء، كانت مرتكبة خائفة وأسقطت بعد ذلك السائل على الأرض، فصاح الزعيم يزورها بل إنه صفعها أمامنا. سقطت أرضا فوجه ركلة ممتازة إلى كليتها. لم نحاول التدخل في هذه الشؤون العائلية، لكننا شربنا ذلك المزيج الكريه في تقصص، إنه اللبن ممزوج بالعسل على الأرجح. قدم النرويجي للزعيم كيسا من الخايش، فتحه هذا الأخير فأخرج بعض الأطباق، ثم راح يمضغه في تلذذ وهو يصغي للمحدثة، ومن حين لآخر يبصق بصقة كبيرة. هذه أمور هامة هنا، الكل يبصق، والسبب أن الكل يمضغ الأطباق طيلة الوقت، ثم إن كل فرد فاز بقبضة أخرى من الطباق، فلم يتردد دسها بين شدقاي وراح يمضغ هو الآخر. كان الزعيم يشير إلى خيمة أخرى ويتكلم ويشير ويتكلم. استدار لي كل فرد وقال باسما: زوجة الزعيم الرابعة مريضة، أعتقد أن دورك في الموضوع قد حان. كنت أتساءل في سري كيف لا يمرض إنسان في هذا المناخ، سيكون الشاذ والغريب ألا تمرض. اتجه نحوي رجل النحيل، رجل يتكئ على عصا وراح يصب وسبا وهو يقتادني إلى خيمة مكشوفة أخرى. تخيل غرفة بلا جدران وإنما لها سقف فقط، نبضة خصوصية لا وجود لها في القاموس عند تركيانا يعني. تحت السقف المصنوع من جلد الماشية كانت امرأة راقدة، زوجة الزعيم طبعا، فلابد أنها في قمة فدنتها الأنوثية وناقتها. بالفعل كنت على حق، المزيد من السلك في رأسها الحليق ورائحة كريهة أشد من رائحة الزعيم ذاته. كان معي ممرضتان من وحدة سافاري وطبيب يوناني شاب يدعى ميكوس شيئا ما. فقمت بفحص المرأة بدقة، فحص من دون أن أسمع حرفا عن تاريخ الحالة طبعا. لا شك من أنها تعاني صدمة عنيفة، النبض السريع المضطرب وضغط الدم المنخفض، لكن ما السبب؟ لا أرى أثرا للنزيف من أي فتحة من فتحات جسدها. هي تعاني جفافا برغم حرارة الجو التي تجاوزت 47 درجة. هل هو قلبها؟ كان الطبيب الشاب يصغي بعناية ثم نزع المسماع من أذني وناولني إياه وقال في اهتمام: هل أصغيت سيدي؟ دسست المسماع في أذني وأصغيت، فسمعت صفيرا، إن شعبها متقلصة تماما. هنا التمعت الفكرة في ذهني، هكذا يأتي الإلهام فجأة، لا فضل لك فيه، بل هو هبة ربانية تأتي أو لا تأتي. فصحت في حماس، هذه صدمة حساسية، أنافلاكتيك شوك، لا شك في هذا، أعطيها بعض الكورتيزون والكثير من السوائل الوريدية. هذا قال في حيرة: صدمة حساسية، أكيد هي تعتبها بسبب الهياتيسيس، حصل لها ربشر، بما أنه قال أن البلد دي مشهورة بأن عندها هياتيسيس يعني، فلما الهياتيسيس بيحصل لها ربشر في البروتينيوم بتعمل أنافلاكتيك شوك، وطبعا دي مميتة. كمل الرواية: وكيف لي أن أعرف أنقذ حياتها أولا، ثم حاول الفهم، أعطاها بعض الإبنفرين تحت الجلد كذلك، وجلست على الرمال جوارها أنتظر نتيجة ما نقوم به. بعد نصف ساعة أدركت أنها لا تتحسن، علي أن أجد شيئا غريبا حدث في هذه اللحظة، فقد أخطأ الطبيب الشاب ونطق عبارة ما باليونانية. هنا كأنه السحر، دبت الحماسة في القوم، نهضوا وراحوا ينادون بعضهم ويتبادلون الضربات على الكتفين، وسمعت لفظة تتردد بالحاح: إيموسكوت لوكينغارين، إيموسكوت لوكينغارين. نظرت الفتى بغباء ونظر لي ببلاها، لابد أنه يبدو مثل أحد أصنامهم أو شيء من هذا القبيل. في قصة
العالم المفقود لوست وورلد لكونان دويل. انبهر المتوحشون بمنظر البروفيسور تشالنج نجر لأنه يبدو كقرد ضخم غاضب وعبدوه. لابد أن هذا الموقف يتكرر بفضل ما هنا. على كل حال يمكن فهم هذه التفاصيل فيما بعد. نهضت مسرعا إلى حيث كان كل فورد مع الزعيم وقلت له إن من الضرورة تحتم نقل هذه المرأة إلى وحدة سفاري، فلا أضمن حياتها خلال ساعتين من الآن. عاد يتبادل الحديث مع الزعيم ثم التفت لي وقال إنهن إنه يضربهن دائما. من هن؟ زوجاته الست. يقول إن الرجل الجيد يجب أن يضرب زوجاته. قلت في غيظ لا شك لي بنظرته إلى المرأة، لكن هذه المرأة لا تعاني من زفان داخليا، لم تهتك ضربته وضحالها. لو كنت تفكر في هذا، إنها تعاني حساسية مفرطة جراء شيء ما، ولا أستبعد أن تكون قد لدغت من كائن لا أعرفه. فقط لابد أن تذهب إلى سفاري. عاد يتكلم مع الزعيم ثم قال لي يقول أنه لا يريد فقدها، فقد كلفته 15 جملا كله إنني أحافظ على رأس مالي. سمت قصة حقيقية حكاها جيفري جورر في كتابه الشهير إفريقيا ترقص، يقول أن مبشرا هولنديا أصيبت زوجته بالمرض وكان لديه خادمان أمينا من أكلة لحوم البشر المهذبين. اضطر إلى السفر وعهد للخادمين بزوجته. بعد أسبوع عاد فلم يجد زوجته، ولكن الخادمين قدما له في فخر مبلغا من المال هو ثمن المرأة. لقد شعر الرجلان الأمينان أن الزوجة ستموت حتما ولن يفيد منها زوجها، لذا قام بقتلها وباع لحمها لأهل القرية وادخر ما حصل عليه من مال للزوج لدى عودته. كذا حفظ للزوج السعيد حقه ولم يخسر مليما من زوجته. إنه تصرف يدل على أمانة شديدة، ولابد أن الرجلين دهشا لأن الزوج لم يكافئهما هذا التصرف أيضا يدلنا على نظرة هؤلاء البدائيين للمرأة باعتبارها استثمارا يجب الاستفادة منه مثل أي بقرة أو رأس ماشية. على كل حال اقتنع الزعيم بمنطق النفي وهو شيء عسير جدا كما ستعرف فيما بعد. وافق على أن ننقل الزوجة إلى الطائرة، وأقلعت الطائرة عائدة إلى سفاري، لكن كان علي أن أبقى هنا لأن عملنا لم يبدأ بعد. عزيز علاء، كان التركانيون يحوطون بالطبيب اليوناني الشاب الذي كان في أسوأ حالة من الرعب ودنا مني ليسألني في هلع عن معنى هذا. هل يبدو لحمة من النوع الممتاز الذي يتقون إليه؟ نظرت إلى الخبيرة جير هاتسن مستخيصا، فرأيتها تتأمل المشهد باهتمام ثم قالت لي وهي تضحك إنه يوناني، إن حظنا عظيم، لو رتبنا الأمر بعناية لما ظفرنا بهذا التفوق. سألتها مقتاظا سأكون شاكرا لو أوضحت لي سبب روعة حظنا. قالت دون أن تهتم بغيظي هؤلاء القوم يعتقدون بأنهم أحفاد الإسكندر الأكبر المقدوني. عظيم، التشابه الأثري شديد جدا. أنا لا أمزح، لقد جاءهم الإسكندر الأكبر في الماضي استحيق، انبهروا به وحاول أن ينظم لهم حياتهم. في الحقيقة عبدوه باعتباره إلها أبيضا لا يقرأ. أتت به الملائكة غسل جسده باللبن على سبيل التكريم وأطلقوا عليه عدة أسماء منها إيموسوكوت لوكينجارين أو لونجوركي ومعناها الرجل ذو الأسنان السوداء أو إكينجار إيكينان ومعناها الذي يساعدنا. وهم يعتقدون أن الإسكندر تزوج واحدة من جداتهم، أنجبت المرأة طفلا أبيضا وطفلا أسودا. طبعا جاءوا هم من الطفل الأسود وهذا يعطيهم نوع من الفخر الدائم، إنهم من سلالة الإسكندر على عكس باقي الأفارقة. وهم يعتقدون أن ما يلبسه حول عنقه أو معصمه هو ذات ما يلبسون، ولهذا يعتبرون أي شخص يوناني ضيفا فوق العادة. ولكن هل يعرفون اللغة اليونانية حين يسمعونها؟ بالطبع هم لم ينسوا كلام الإسكندر بعد كل هذه القرون. كان الإسكندر الأكبر مثل بونابرت مواطني يعرف كيف يستغل الدين للوصول إلى ما يريد. الأول اندمج إلى عقائد كل شعب زاره في مصر وفي قلب إفريقيا، والثاني تظاهر بالإسلام، وفي الحالتين كانت النتيجة مفيدة استعماريا بما لا يقاس. بينما برهن كل مستعمر يصطدم بالدين على أنه يحفر قبره بيده، من المثير هنا أن نتذكر أن بونابرت كان شديد الإعجاب بالإسكندر الأكبر ودرس أساليبه بعمق. اتجهنا إلى المجلس الذي أقامه زعيمنا النرويجي لزعيم القرية. هناك كانوا يتجادلون في أمور كثيرة، طبعا لم أفهم حرفا، لكن الزعيم الإفريقي لم يبدو راضيا. قررت أن نسجل الوقت
بالتقاط بعض الصور، فأخرجت الكاميرا الممتازة التي اعتزت بها كثيرا، لا أعرف ما حدث ولا من الوغد الذي رقى يدي التي تحمل الكاميرا، فانطارت إلى الرماية. نظرت للوراء في عدوانية، فوجدت أنه ذلك الرجل الأعرج الذي كان يراقبنا، وقد أطار الكاميرا بالعكاز الذي يحمله. قالت لي جير هاتسون وقد رأت التحفيزي: هم يكرهون التصوير الفوتوغرافي ولا يثقون الغرباء، يعتقدون أن الكاميرا تخطف أرواحهم، لكنك التقطت الكثير من الصور لأنهم يعرفونني، لكن قد تكون أنت ساحرا خطيرا. هكذا تخيلت عن الكاميرا وإن ظلت أرمقها في حسرة مدفونة في الرمال. أدعو الله ألا تكون قد تهشمت، إنها باهظة الثمن أو كذلك بالنسبة لي على الأقل. كانت المناقشة حامية لكني لم أفهم حرفا. في النهاية نهض الزعيم كوبا كولاجا في حماس وأشار لأحد الرجال، فسرعان ما جاءت مجموعة من الجمال، وفهمت أننا سننتقل لمكان ما. طبعا لست خير من يركب الجمال، وأعتقد أنها خبرة مرعبة، لكن المرأة الصخرية لن تطلق صرخة واحدة بينما الجمل البارك ينهض متأرجحا بها. لذا كتمت صرخاتي وأغمضت عيني وتمسكت بالطبيب اليوناني الذي جلس أمامي. أخيرا راحت سفن الصحراء المرهقة للعظام تتقدم ببطء نحو الأفق. هل هذا سراب تلك البحيرة وصدر الصحراء؟ لا، إنها بحيرة تركانا التي رأيناها من الطائرة، الآن نراها عن كثب وبشكل أفضل. لم أنسى أنها تعج بالتماسيح، لكن هؤلاء القوم يعرفون ما يفعلون. المشهد الغريب هنا هو أن هذه البحيرة راكدة المياه جدا، كأنما هي مصرف للمياه. والمشهد الأغرب الذي لم أتبينه من الجو ولم أتبينه إلا حين دنونا أكثر هو تلك السفينة العملاقة الجانحة في وسط البحيرة مغروسة في الطين حتى المنتصف. كانت هناك عدة قوارب مقلوبة وقوارب يبدو أنها كانت متقنة الصنع، وقد كتبت عليها كلمات ما بحروف لاتينية. هناك شباك ممزقة ملقاة هنا وهناك. من بعيد كان هناك تمساحان يتسليان بتمزيق شبكة يحاول كل منهما انتزاعها من أنياب الآخر. الخلاصة كانت هذه أتعسى مصيدة أسماك رأيتها في حياتي. بركت الجمال فترجلنا، كنت أحاول بصعوبة أن أقف على ساقي اللتين تحولتا إلى عش نمل، قدمي تنغرسان في الرمال، أحاول التماسك أمشي. وقالت لي مارجريت، وهذا إن مما يجعلني أشعر بأن حيرة نوعا ما، إنها ليست روبوتا بعد كل شيء. هذا هو ما تبقى من مشروع نوراد الضخم. مشروع ماذا بالضبط؟ مشروع مصنع ثعبان تركانا. يعتبر مشروع نوراد مضرب المثل في حماقة منظمات المساعدة الدولية أحيانا. لقد أراد النرويجيون أن يقدموا خدمة لهذه القبائل، بالإضافة إلى إيمانهم التام بأن الرحية يتلف التربة، إن قبيلة تركانا كثيرة التنقل مع مواشيها، وهكذا تنتقل من أرض خصبة لأخرى كي تقضي على الأخضر فيها ثم تتركها، وهذا يجعل الأرض عاجزة عن الانتعاش بعد وقت الجفاف. ما هي خبرة النرويج التي يمكن أن تقدمها لهذه القبائل؟ طبعا الأسماك، لأن السمك هو عصب حياة النرويج. هنا خطرت لأحد العباقرة فكرة استغلال الثروة السمكية في بحيرة تركانا. إن البحيرة تحتوي أسماك فرخ النيل والتيلابيا، والسمك لا يرعى ولا يتلف ولا يتلف الحقور. سنحول التركانة من رعاة إلى صيادين. عام 1971 جاءت بعثة لتدريب الأهالي ثم زودوهم ب20 قارب للصيد. أنفق على المشروع مليون دولار، وكانت التكاليف مروعة، بالإضافة إلى الحاجة لتوليد كهرباء تشغل ثلاجات السمك في وسط الصحراء. ولم يعبأ أحد بترديد الأهالي العراء: لكننا لا نحب السمك، ستحبونه يا حمقى. فعمل الأهالي بالصخرة في مشروع الأسماك هذا. كانوا يكرهون العمل بالشدة ويطلقون على البحيرة اسم أمانة إيمويت، أي أرض العدو. ثم جاءت الكارثة التي تضرب النرويجيين في أسنانهم حين جاف نهر أمو فغاضت مياه البحيرة، وهكذا ماتت الأسماك وانتشرت التماسيح وألقت السفينة النرويجية وسط البحيرة. هنا فقط ترك تركان البحيرة وعادوا لمواشيهم الحبيبة. وقالت لي النرويجية: مهمة هذه البعثة هي إعادة إحياء المشروع، نتفاوض مع هؤلاء القوم، نقدم لهم المعونات والعلاج الطبي ونناقش الموضوع. لكن الفكرة أثبتت بلاهتها، نحن نريد إعادة التجربة عند نهر تور كويل. هذا النهر يفيض 3 أشهر ويجف 4، سوف نحصل على الأيدي العاملة وقت الفيضان. هكذا بدأت أفهم هذا الخليط العجيب الذي تتكون منه مجموعتنا. لكن الفكرة لن تنجح حتما، لن تنجح. وجوه هؤلاء القوم الخجنة الصارمة تدل على الفشل القادم.
عزيزي علاء، في المساء اضطررت إلى استقلال الطائرة عائدا إلى سفاري. كانت هناك مشكلة ما تستدعي وجودي، ولم يستطع مساعدي اتخاذ قرار، وعرفت أن النرويجيين سيقيمون في هذه القرية الغريبة، مما جعلني أغبط نفسي على حسن ظني. هنا فقط ترحب بمصائب العمل. بعدما فرغت من تلك المشكلة الإدارية، تذكرت المرأة التي أرسلناها في الصباح، الزوجة المصابة بصدمة. سألت عنها وأنا أتوقع أن يقولوا ماتت، لكن الأطباء قالوا في مرح أنها تتحسن وأنها في غرفة الجراحة الآن. هتف أحدهم وهو يلوح بفن الموجات الصوتية فوق الصوتية. هل تعرف موجة الناح؟ هو صلة مائية في بطنها وقد انفجرت. مش أنا قلت لكم يا جماعة؟ عشان لسه مذكراها. هكذا اتضحت القصة، إن انفجار هذه الحيصليات داخل الجسم البشري كما تعلم يصدم بصدمة حساسية شنيعة، لكن هذا في حد ذاته كارثة على المدى البعيد. هذا الحيوان زوجها وجه لها ركلة في المكان الاستراتيجي بالضبط، فجر بالونا مليئا بالسائل القاتل داخل بطنها. حتى على المستوى الاقتصادي هذا ليس تصرفا حكيما، فلا أحد يرقل بقرته بهذا العنف، لكن القصة كذلك وهي واضحة، وهذا هو سبب كلامه عن ضرب الزوجات حين فحصنا زوجته. لقد ربط بين الحادثتين وهو محق على كل حال. قلت لهم وأنا أتجه إلى قسم الجراحة، هل بدأتم بعقار البندازول 12 ملي لمدة شهر بالداخل لو عايزين يعالجوا المرض؟ يعني بدأني يا سيدي قبل الجراحة. انتزعت سترتي وبدأت ألبس ثيابا معقمة، طبعا لم أتعقم ولكن ارتديت ما يسمح لي بدخول غرفة الجراحة. ثم دخلت الغرفة ووقفت ألصق أنفي المغطى بالقناع بكتف الجراح. هناك كان الجراح الألماني شرودر يعمل في بطن المرأة. كانت الفوضى ضاربة أطنانها بالداخل، لقد أغرقت الحويصلة كل شيء من حولي. هذا السائل المميت كان يقوم بالكثير من الغسيل والشفط محاولا أن يقلل الضرر قدر الإمكان. شعر بي من خلفه فقال دون أن ينظر إلى وراء، مرحبا يا رست، هل ضغط الدم مستقر؟ أعتقد هذا، إن الدم ينزف جيدا. ثم أشار إلى المسار المساريقة حيث استغرقت عدة حيصلات منتفخة كئيبة المنظر، وقال يجب أن أنتزع هذه أيضا. قلت له مفسرا، المرأة من قبيلة تركانا. عرفت هذا، كل أفراد هذه القبيلة مصابون بالداء. إلي بالستمريد، حاولوا تقروا معايا. ناولته الممرضة محقنا، فبدأ يمارس الطقوس المعتادة في هذه الأمور، يسكب الحويصلة يشفط بعض ما فيها. هي بتعمل أسبيريشن، بس هي ما بتبقاش بيركيوتينيس، يعني بتعمل بير ثواني هبحث، انا شكلي نسيت، بتعمل بانكشر اسبيريشن انجكشن اوف، وبعدين يعمل انجكشن اوف الهايبرتروفيك سلاين، بعدين يعمل ريابسوربشن، يعني معني ان هو دلوقتي كان بدا يعمل اسبيريشن، يعني يشفط بعد ما فيها من سائل ما يحقن السيترميد. ينتظر 10 دقائق حتى يقتل السائل كل الحويصلات الصغيره السابحه في الحويصله الام، ثم يبدا في انتزاع الحويصله ببراعه الجراحيه. هذا هو اسلوب البير، مش انا قلت اول حروف الاولى من الثقب، شفط حقن استئصال، بونكشر اسبيريشن انجكشن ري اسبيريشن. المهم قال لي وهو يواصل عمله مع حويصلات أخرى، هناك حويصلات أخرى في الكبد، سأفعل ما أقدر عليه، لكن لابد من مظلة كاملة من عقار البندازول. وغادرت غرفة الجراحة وأنا أجفف عرقي. لحسن حظ المرأة أني كنت ذكيا وأن الجراح كان بارعا وأن النرويجيين وصلوا في الوقت المناسب، لن يفقد كوباكو لا جماله على كل حال. هذا الجزء لم يكتبه لي سينيوري طبعا، لكن شعرت بأنه ضروري للقارئ غير المتخصص كي يفهم عن أي شيء نتكلم بالضبط، وطبعا لا يمكن لمن لا يهتم بالتفاصيل أن يصب إلى الجزء التالي. هذا لن يضايقني بالطبع. من بين قبائل العالم تعتبر تركيانا هي متحف مرض الحويصلات المائية، وهو مرض يعرفه كل من جاء من مجتمع رعوي، إنها ثلاثية ماشية بشر كلاب. الكلاب تاكل
اللي هي الرفه اللي هي الدوده يعني، وبعد كده تعمل بيبي على الاكل بتاعها، على الاكل بتاع الماشيه، فالماشيه تاكله، فالانسان بقى يا اما يتلوث بالاكل بتاعه بالبيبي بتاع الماشيه ذاتها، او الماشيه او البيبي بتاع الكلاب، او انه ياكل اساسا الماشيه اللي هي كلت وبقت دلوقتي ايه مصابه هي كمان بعد ما كلت الاكل اللي كانت الكلام ملوثاه. المهم عن قرا للدكتور احمد خالد توفيق كاتبه عشان هيبقى اوضح يعني. لن تحب منظر الدوده التي تسبب هذا المرض، انها تبدو كمصاصي الدماء او الكوابيس. دوده شرطيه هي صغيره الحجم جدا. هذه الدوده تعيش دورة حياة معتادة من تلك المصورة في أي كتاب أحياء رأيته في المدرسة، تعيش في أمعاء الكلاب. تبيض، ينزل بيضها مع البراز ليختلط بالعشب، تأكله الماشية، تجد طريقها إلى عضلات الماشية وأحشائها لتكون تلك الحويصلات اللعينة، ثم تغلق الدائرة حين يلتهم الكلب هذه القطع من الماشية. ولكن ما دخل الإنسان بالموضوع؟ الحقيقة أن كثيرا من الآفات يكون حظها أسود بقدر ما يكون حظ الإنسان الذي يتعامل معها أسود. وقد لاحظ الدكتور زينسر أن الإنسان هو الذي ينقل التيفوس إلى القملة تعسة الحظ التي تتغذى عليه، فلابد أن مدارس القمل تنصح بالتخلص من الإنسان ومكافحته بالمبيدات، لأنه الأخطر الأكبر على صحة القمل السعيدة. بالمثل تلقي الآفات كثيرا نهاية دورة حياتها لو اعترضت طريقها الإنسان. في حالتنا هذه يلعب الإنسان دور المشي، وذلك حينما يلتهم طعاما تلوث بفضلات الكلاب. وكما هو واضح فهذا ليس في مصلحة الدودة لأنه طريق مسدود في دورة حياتها. ما لم يلتهم الكلب إنسانا طبعا يعني، أو يلتهم الإنسان إنسانا، لكن بعيدا عن هذه الخواطر الكنيالية تستقر البيضة في أمعاء الإنسان، هنا تبدأ دورتها المخيفة. تتحرر منها كائنات شيطانية صغيرة تغادر أمعاء وتستقر في عضو من الأعضاء. في 3/4 الحالات تفضل الكبد، أحيانا تفضل الرئتين أو المخ أو العظام، وهناك تتكون الحويصلة المائية. إن الحويصلة المائية منظرا مميزا خاصة في الرئة يعرفه الأطباء، وقد وصفوه قديما باسم ظهور السوسن على ماء البحيرة ليلي أون ليك. هذا تشبيه آخر من تلك التشبيهات الطبية الشعرية. كما هو واضح فإن الحويصلات المائية حويصلة غشاء مليء بالماء. مشكلة هذا الماء أن انفجاره يحدث صدمة، حساسية شديدة قاتلة غالبا. والمشكلة الأهم أنه يحوي حويصلات صغيرة للدودة تشبه الرمال ساند لايك جيتد ساند. سوف تستقر هذه الحويصلات على أعضاء أخرى وتبدأ الدورة الخطيرة، وفي هذه النقطة تتصرف الحويصلة المائية كالسرطان الذي تنفصل خلاياه لتثبت نفسها على أعضاء أخرى وتنقسم. الآن يمكننا فهم الإجراء الذي قام به الجراح قبل انتزاع الحويصلة. حقنها الاول بمادة الستيرميد اللي هي اكيد ديت هي المادة اللي كانت ايه هايبرتونيك سلاين او السكوليسايدل يعني المادة اللي بتقتل قد يقتل الحويصلات الوليدة، وبهذا يحتاط لانفجارها اثناء محاولة استئصالها، وهو ما يعني هلاك المريض على الارجح، عشان لو هي انفجرت المريض هيموت وانتشر المادة اللي فيها يعني فهيموت. هناك نوعان من داء الحويصلة المائية، النوع الأول الذي تنقله الكلاب وفيه توجد الحويصلات الصغيرة داخل السائل، النوع الثاني تنقله الثعالب وفيه توجد الحويصلات الوليدة خارج الحويصلات الأم، وهذا يعني خطرا لا شك فيه. لكن هذا النوع الأخير ليس في كينيا لحسن الحظ، ليس في أي بلد عربي كذلك. يعني احنا لما بندرس نوع الكلاب، مع تطور الطب صار من الممكن يساعد علم العقاقير الجراح، وفي حالات معينة يمكن للعلاج الطبي أن يقتل الحويصلة حتى تتكلس. وفي البداية أن العلاج من البداية أن العلاج الطبي هو الحل الوحيد بالنسبة لذلك النوع الخبيث الذي تنقله الثعالب. بقي أن أقول أن المرض ليس بعيدا لهذا الحد. أقطار عربية كثيرة تعرفه، خاصة تلك التي تملك ثورة حنوية نية كبيرة أو يمثل الرأي أهمية اقتصادية فيها. ففتش بعينيك حيث تجد ماشية وكلابا يعيشون جوار البشر، ولسوف تجد أن تلك الدودة اللعينة قريبة جدا. وبقي كذلك أن أقول أن قبيلة تركيانة تعاني كلها تقريبا من هذا الداء، بل تجد بطنا منتفخة من علامات العظم الشأن عظم الشأن فيها. نعود إلى خطابات سنيوري في الصباح الباكر، انطلقت
انطلقت بنا الهليكوبتر من جديد قاصدة أرض تركيا. هذه المرة كانت عندي أخبار طيبة عن الزوجة وخطة عامة عما يمكن عمله هنا. من الممتع أن تعرف أن لك قيمة في مكان ما. لا أعبأ كثيرا بموضوع تعليب الأسماك وهذا ولا أفهم شيئا عن الأنثروبولوجي، لكني أعرف كل شيء عن المحيصات المائية والكزاز. بوسعي أن أعين هؤلاء القوم. هبطت الطائرة وسط الرمال هذه المرة خارج القرية بالضبط، وأمكن للمرة الأولى أن ألاحظ تكوينها الغريب، أن أخواخها موزعة على شكل دائرة، ومن الواضح أن هذا التكوين لم يأتي اعتباطا ولكن من الغرض منه. استقبل النرويجيون وواضح من ثيابهم المبعثرة وعيونهم المنتفخة أن الليلة كانت سوداء. كيف لا تكون سوداء وأنت تمضي ضايع في الصحراء في خيمة ليست سوى سقف من جلد الماشية؟ الكائن الوحيد الذي بدا منتعشا حسن الصحة كانت تلك المرأة مارغريت. لا أعرف السبب، لكن وجهها كان أقل قسوة وخاليا من التجاعيد، وقد فقد شغلها الأشقر الذي كانت تعقزه في خصلة حازمة صارمة، فبدت أقرب إلى لفظ أنثى. لا تنكر هنا أنها غسلت وجهها أخيرا. رحبت بي فأخبرتها بآخر الأخبار. قالت ضحكة: جميل جميل، هذا سيجعل علاقتنا هنا أكثر عمقا. وانطلقنا لنقابل الباقين. ثم إن رئيسهم أخبر الزعيم بنيتنا في عمل فحص شامل. قال الزعيم أشياء قاتمة لم تبينها، لكن كل فرد قال لي مفسرا: يقول أن الأجانب يأتون في كل مرة يفحصون الجميع ثم يرحلون، لا شيء يتغير. قل له أن الأمر يختلف. يقول أن جميعهم يزعم أن الأمر يختلف. قل له أنني أبذل ما في وسعي وإلا فليذهب للجحيم. هكذا تمت الموافقة وانطلقنا نفحص هؤلاء القوم. لم يكن هناك أي نوع من الخصوصية في الفحص. في عالم بلا جدران تشعر بأنك تعالج قطيعا من الماشية. لا أتكلم عن خصوصية المريض فحسب، بل خصوصية الطبيب حيث تمارس عملك. بينما هناك 20 امرأة تلتف حولك تراقب ما تفعله في فضولك. على كل حال استطعنا أن نجد مجموعة لا بأس بها من حالات انتفاخ البطن غير المبرر. سوف يتضح الأرجح أنها حالات حويصلة مائية، وقد أخذنا عينات مرقمة من دم هؤلاء لإجراء اختبارات المناعة عليها. حالات سوء التغذية كثيرة جدا. ثمة حالة كسس وضحت لابد أن تنقل إلى سفاري ملاريا. لم أرى حالة منها. الحقيقة أن هذه القبيلة تحتاج إلى فريق طبي أكبر ويملك الكثير من القدرات المادية. وعندما انتهينا من هذا العمل الشاق كان الليل قد جاء. هي ليلة الأولى إذن في أرض تركيانا. شيء يولد. عزيزي علاء، أشعلنا نارا وجلسنا، ومن بعيد كان رجال تركيانا يغنون. لا أعرف قبيلة في هذا العالم لا تغلي ليلا حول النار. كانت جلستي بين صديقنا اليوناني حفيد الإسكندر الأكبر والنرويجية التي بدأت أراها عسناء. ومضى الوقت فبدأ النرويجيون يغنون بعض أغانيهم التي لا تفهم منها حرفا. كانت تغني معهم وتصفق بيدها، فبدت لي لم تتخلص من بعض بقاياها الطفولية العازبة الخالية من الهموم. لا أعرف السبب، لكن هذه المرأة تملك سحرا لا بأس به. سألتها في إحدى لحظات صمتها: هل أنت متزوجة في وطنك؟ نظرت لي بدهشة ولففت التبغ بين شفتيها، ثم قالت في شيء من الحجر: حرج، مطلقة، لا يوجد زوج يحتمل استغراق الكامل في عملي ما لم يكن عضوا في ذات الفريق. وماذا عن رجال ذات الفريق؟ لا أحد يعتبرني فتاة أحلام، فأنا لا أشبه الدمية في شيء. الواقع هو أن هذا يريحني. لا أتعرض لمضايقات أو عروض زواج. كأن هذه كانت رسالة لي. لم أكن أنوي التمادي في الكلام، لكني فهمت هذا الإنذار من نية التمادي. هذه أشياء لا يقولها المرء يا علاء، خاصة أنك كنت أحد مرؤوسي. لكني أشعر معك براحة كبيرة. أنت تعرف صداقتنا الخاصة المميزة، تلك الصداقة التي يدعمها كوني لن أراك على الأرجح ثانية. هذا يجعلني أتكلم كما أريد بنفس المنطق الذي يفرغ به المرء. أدراج ضميره أمام شخص لا يعرفه يلقاه في الحافلات. لا بد للسر من الخروج حتى لا تنفجر. والقصة الشهيرة عن الحلاق الذي حفر حفرة وراح يفضي إليها بسره لا تبرح خيالي. هل تذكر ما حدث بعدها؟ برزت من الحفرة شجيرة تصرخ كل زهرة من أزهارها بالسر. أرجو ألا تنبت منك تلك الأزهار يا علاء، لكني أرجح أن صراخها لن يصل إلى كينيا. الحقيقة أني كهل غريب الأطوار، عشت حياة قاهلة لا وجود فيها للحب، فقط للطب، فقط الفن. والفن كارثة في حد ذاته، لأنه يطلق على لمحات من عالم ساحر آخر لم تعشه ولكن عاشه آخرون. إنه أشبه برائحة طعام شهي مما
مطعم لا تملك ثمن ارتياده. هذه الرائحة تخبرك أن هناك طعاما رائعا ينعم به البعض لكنك لم تذقه ولم تذقه أبدا. الغريب في هذه اللحظات جوار النار أني أشعر بأن العمر لم ينتهي بعد وأن هناك شيئا يولد في داخلي. إنها المرأة في سن متقدمة لن تقل عن 40 عاما وهذا يجعلها في نطاق عالمي. قلت إنها خشنة عصبية. نعم، لهذا أشعر برهبة شديدة من هذه العين الجديدة التي نبتت لي في الليل والتي تجعلني أشعر براحة بالغة للقرب منها. لو قلت لي بالأمس أني سأعجب بها لاتهمتك بالخيال، ولو قلت لي اليوم أني كنت أمقدها لاتهمتك بالجنون. لا سألتني غير عاملة بما يدور في رأسي متى تعود زوجة ذا الزعيم. لا أعرف، الجراح هو من يحدد أمورا كهذه. قالت في خبز، أنت حرمت يدا عاملة مهمة هنا، إن كل يوم تمضيه بعيدا يكلفه مالا. يمكن أن أتزوج سيلاية، هذا يكلف مالا كثير أكثر. ثم أشارت إلى أكواخ الدائرة الغريبة التي لاحظتها صباحا وقالت، هذا كوخ زوجتي الأولى، إنها تسكن جوار حظيرة الماشية، هذا يعتبر شرفا. الزوجات الأخريات يسكن على أطراف الدائرة. ثم أشارت إلى أذنها اليسرى وقالت، هل لاحظت القرط الأزرق في أذنها اليسرى؟ هذا استرعب معني أني لا أبالي بهذه الأمور. فقالت، معناها أنها فقدت طفلا. هكذا تقع مهمة تربية أطفالها القادمين على أمها، لقد صارت تابو غير قادرة على حماية صغارها. وعلى ذكر التابو، انظر هناك. في هذه اللحظة رأيت رجلا شبعاري من أهالي القبيلة يقف وسط الساحة. كان يلبس ذات السباب بياب وإن كان اللون الأحمر غالبا على كل شيء. كان غاضبا، هذا واضح ولا يحتاج إلى ترجمة. تقدم من النار التي أشعلها رجال التركانة ورقلها في غضب وتناثر الشرار في كل مكان، ثم راح يصرخ في غضب حتى توقعت أن يسيل الدم من أنفه. همست مارغريت إنه قطعتها في ثقها، مفهوم إنه سحر القبيلة ويقول أن الأرواح غاربة بسبب أن الرجل الأبيض الذي سيجلو الشوم. كيف عرفت؟ القصة دائما هكذا، سأقلق لو لم يحدث هذا. ضحكت كثيرا ضحكت نرويجية لا أجدها باردة جدا وقالت، بالفعل هو كذلك، هذه المرة الثالثة له. ثم أشعلت لفافة تبغ أخرى وقالت، هو لوكريرو، ساحر عند التركانة اسمه لوكريرو، يعتقدون أنه يمثل الآلهة ودوره مهم جدا، جانب علاجي وجانب يشبه ما تمارسه ملكة إنجلترا، توحيد البلاد. هو يوحد القبيلة ويحرم السرقة داخلها، لكنه يسمح لهم بسرقة المواشي من القبائل الأخرى. ودوره العلاجي، نظرت له حيث وقف في الخلفية يوزع لعناته، ليس كبيرا، الحجامة لآلام الرأس وخلع الأسنان، هذه لابد أن تدفن في الجهة الغربية من الكوخ. قلت لها وأنا أتأمل الرجل، يمكن أن يكون خطرا. ليس لهذا الحد. الغريب فيما يتعلق بقبائل كينيا البدائية مثل ماساي وتركانا أن دور الساحر ليس جوهريا أو ملزما، يمكنهم تجاهله أحيانا كما يقوم الغربيون بتجاهل رجال الدين أحيانا، وهذا على ما أعتقد السبب الوحيد الذي أبقانا أحياء. ويبدو أنها كانت تعرف بالفعل ما تقول، لأن الرجل تعب من كثرة الصياح والصراخ فابتعد وعاد القوم إلى مراحيم الأول، كأنما غضبته فقرة من فقرات التسلية الأمسية وإن لم يسخر أحد أو يضحك. أمضيت يومين آخرين عند القبيلة. بالنسبة للشق العلاجي كان نشيطا وشبه ناجح، أما بالنسبة لشق الأسماك فلم أخرج شيئا. محادثات لا تنتهي بين النرويجيين والزعيم، واضح تماما أن رفضه بات للفكرة. نعم حمقى، محاولة تغيير الطريقة التي نشأ عليها التركان ومارسوها آلاف السنين من عصر الإسكندر الأكبر لم يتغير شيئا في حياتهم، والآن يطالبون بأن يتجهوا لتعليم الأسماك، بينما الدول الاستعمارية يتمتع البريطانيون بحاسة صائبة تقلما تخطئ في فهم الشعوب التي يحتلونها. وقد كتب البريطاني فيليب هيو من 50 عاما إن الماشية والرعي هما عصب الحياة بالنسبة لقبائل تركانا، ومن المستحيل أن يتغير هذا. النرويجيون لا يمتلكون نظرة البريطانيين الثاقبة، لهذا يتصرفون بسذاجة لا مثيل لها. على أنني قابلت بريطاني آخر أشهر من نار على العالم في كينيا كلها، إنه ريتشارد ليكي، العالم الإنثروبولوجي الذي ولد في كينيا، وهو الذي أجرى عام 1984 حفريات مهمة على ضفاف بحيرة تركانا، فوجد
هي كانت عظميا لصبية مراهق، كان الهيكل تبين بالفحص الكربوني أن عمره يتجاوز 1.5 مليون من الأعوام، وقد اشتهر في أوساط علم الأجناس باسم صبي تركانا من 2 مليون عام، ونصف إن جرى على هذه الأرض صبي يتحسس طريق الرجولة، ربما أحب ربما حسب أنه وقع في الحب، ربما كان يتيه فخرا بالعضلات الوليدة دي في ذراعيه وساقيه، ثم مات لنجده نحن. وبعد هذا وجد ليكي جزءا من فك يعود عمره إلى 17 مليون من الأعوام، ثم افتتح الرجل معهدا لدراسة ما قبل التاريخ في إفريقيا، ثم صار مديرا لمتحف التاريخ الطبيعي في كينيا. كان ليكي يزور المنطقة في مهمة لم أعرف كنهاها، وقد تبادلنا بعض عبارات المجاملة، وأيقنت أن الأهالي يعرفون ويحملون له تقديرا كبيرا، لكن تقديرهم لم يبلغ تقدير مارغريت لغول، لم تنطق بحرف، فقد هرعت تلقاه وهي ترتجف، حتى حسبته ستقدم له القرابين بعد دقائق، وراحت ترتجف كلماته وشربا. قالت إنها قابلته عدة مرات في مؤتمرات في كينيا، لكنها لم تقترب منه قط إلى هذا الحد. كان ما قاله مهما بحق، هذه القبيلة قديمة للغاية. ثم ركب طائرته ورحل. هكذا ببساطة قدم لنا حقيقة أخرى من حقائق الحياة، وهو ما خيب أملي. أنا الذي توقعت أن تخرج قطوف الحكمة من فمه إذا تكلم. وقفت مارغريت تقار ركب طائرته تبتعد كأنه فتى أحلامها يغيب وراء الأفق. قلت لها شيئا لم تتبينه، فعدت أكرره بصوت مسموع، أنا وقت رحيلي إلى أنا الآخر، فلم يعد لدي دور هنا. إنهم مخابيل. 6. عزيزي علاء، حدثتك في الرسالة السابقة عن رغبتي في العودة إلى وحدة سفاري، وهذا ما فعلته. الحقيقة أني بدأت أندمج في عالم تركانا، واستخفتني نشوتكم كنشوات الشباب، روح المغامرة التي نسيتها طويلا تحركت داخلي في ذلك الإنجذاب الغريب غير المفهوم نحو مارغريت، إلا أنني في النهاية تذكرت من أنا وما هي مسؤولياتي الحقيقية، لهذا عدت لأتسلم زمام الأمور في الوحدة، واندمجت في المشاكل الإدارية الطبية المعتادة، وببطء عدت أنا. نسيت كل شيء عن الأندروجيين، لكني كنت أتلقى من حين لآخر تقريرا من أطبائنا هناك، وقد صاروا 5 وطاب لطائرة الهليكوبتر حاملة حالة أخرى من الكزاز أو الحصيلات المائية. لقد عادت تلك الزوجة لزوجها الفخور كي يسدد لبطنها ركلة أخرى متى أراد. وفي تلك لحظات الفراغ من العمل كنت أمد يدي في درج لأخرج تلك الصور التي التقطتها مارغريت أو التقطها كيسيلن للمجموعة. إنهما مقبولان بالتقاط الصور متى شاء لأن الأهالي يثقون فيهما. طبعا كنت أتلقى الصور التي تظهر مارغريت لأتأملها بعناية، بأسئلة قوية تعرف كل شيء، مشمرة الكمين تجلس على الأرض أو على جمجمة بقرة، تتفحص طفلا قذرا عاريا بلا ذرة اشمئزاز، تقف وسط مجموعة من النسوة وتضحك من الأعماق، والنسوة يضحكن كأنها لعبة مشتركة تشرح لي على خاطرة خارطة، وأنا أبدو كئيبا هشا مثيرا للشفقة. كنت أراقب هذه الصور وأتنهد، أصبر يا صاحبي أصبر، سرعان ما يعود هؤلاء القوم لعالمهم البارد جوار وحوش بحر الشمال، وسوف تنتهي هذه الذوبعة من حياتك، لن يعرف أحد أنها حدثت مهما كان عنف الدوامات في داخلك، فإن شيئا لن يظهر على السطح، وهذا عزاء كاف لك. ذات صباح هبطت طائرة الهليكوبتر حاملة كولفورد رئيس الفريق، ومعه كيسان ويوناس لي، الثاني والثالث خبيران في الصيد. لم تسنح الفرصة لأتكلم عنهما بالتفصيل. استقبلت 3 رجال إلى مكتبي، وكان من الواضح أنهم مرهقون جدا، صارت لهم رائحة لا تختلف عن روائح التركان، وقد أصيبت سكرتيرات العديدات بالذهول. طلبت لهم بعض الطعام والمشروبات الباردة، فقط خطر لي أنهم في حاجة لذلك. جلسوا يشربون، وخطر لي أن أقترح عليهم أخذ حمام، لكني وجدت أن هذا لون من الواقع. سألت تريجي كولفورد عن أخبار العمل هناك، فهز رأسه أنه لا بأس لا بأس، لكني كنت أعرف أن هناك كل بأس، هذه القبيلة لن تتجه لتعليب الأسماك حتى لو أخبرتهم أن هذا آخر مصدر رزق في العالم، ثم أن هذه القبيلة ملاعبة ترحال لن تستطيع أبدا إقناع أهلها بالحياة في موضع واحد. وكيف حال الدكتورة جير هاتسن؟ وجهت السؤال وأنا لا أرفع نظري عن مكتبي، لسان حالي يقول لا، أنا لا أشعر بميل نحو هذه المرأة حتى لو بدا هذا في ملامحي. تبادل النظرات مع الجالسين، ثم هز رأسه بخير بخير. هنا تدخل الشاب يوناس لي، وهو شاب له شعر أحمر يتدلى على كتفه. الحقيقة أننا نريد رأيك في
في أي شيء أنتم تعرفون ما تقومون به، لكنهم كانوا مرتبكين. فعلا خطر لي أن أتركهم وشأنهم الآن، هناك مشكلة خطرة ولسوف أعرفها لكن فيما بعد. ما يعنيني في الأمر أنها لم تمت، لو ماتت لعرفت هذا. وهكذا طلبت منهم الاستظراف والاستراحة قليلا. اتصلت بالسكرتيرة وطلبت منها أن ترتب إقامتهم في مسكن الأطباء هذه الليلة، وعدت أمارس عملي. قرب المساء اقتحم طبيب نيوزيلندي مكتبي، برغم احتجاج السكرتيرة أنه من الأشخاص حار الدماغ الذين يتشجرون ثم يعرفون لماذا هم غاضبون. بوجه أحمر محتقن اتجه لمكتبي وصاح: سيدي، أنت تعرفني وتعرف أني لا أتحمل الظلم بأنواعه. قلت وبفي هدوء: أنا متأكد من هذه النقطة. إذا ما رأيك في أنني أنهيت عملي في عنبر الحروق؟ أنت تعرف عنبر الحروق، لقد قضيت أسود ساعات يومي، وبعد هذا تناولت بعض الطعام الرديء واتجهت لغرفتي. هل تعرف ما وجدت في فراشي؟ وجدت ثورا نرويجيا يغط في نومي، حاولت إيقاظه فلم يصح. خرجت ورحت أبحث عن المسؤول عن هذا، فقيل لي أنه ضيف نرويجي لابد أن أحسن استقباله. من قال هذا بعد كل معاناتي؟ وذهبي أجد نرويجيا ينام في فراشي. لو كان علي أن أستقبل كل النرويجيين ناقص المأوى في حجرتي لكانت هذه نهاية العالم. بالفعل اختار النرويجي أسوأ فراش في العالم لينام فيه، ومن حسن ظنه أنه ثقيل النوم وإلا لسمع ما لا يحسن سماعه. قلت له: أنا تنهد دكتور كيفن، هل تستطيع إيقاظ الرجل؟ بالطبع لا، ونحن كذلك. إذا لماذا لا تختار فراشا آخر؟ هؤلاء القوم سيرحلون في الصباح وهم ليسوا مجذومين أو مصابين بالضرر. كل ما أريده بعض المرونة. ولماذا تقع مسؤولية المرونة على عاتقي؟ لأن غير المرن كسرها بسهولة. هذا هو ما ستدركه حين تبلغ سني. وطلبت من السكرتيرة أن تستدعي جودي مساعدي كي يحل هذه المشكلة. لو كان علي أن أرتب مكان نومي كل واحد من هذه الوحدة لكان علي أن أنتحر الأنفرون قبل أن يخرج النيوزيلندي. قال لي وهو يشير نحوي بأصبع يمكن أن يكون مهددا: دعني أخبرك يا سيدي أن الدبلوماسية لا تمثل شيئا بالنسبة لي، حتى لو أفسدت علاقات نيوزيلندا مع النرويج وفرنسا ستطلب الأمر. تجاهلت وترفعت سماعة الهاتف وأتلقى مكالمة مهمة. بعد قليل دخل كول فورد مكتبي، كان مرهقا منكوش الشعر منتفخ الوجه جفنين، وأدركت ما لم يقل: أنتم تعاملون الضيوف بطريقة غريبة هنا. ضحكت في سري وقد تخيلت المشهد. إذا لم يختر الثرو النرويجي إلا فراش الخرتيت النيوزيلندي لينام فيه، والنيوزيلندي لم يجد إلا قائد الفريق يتحرش به، لابد أن الأمر كان أسطوريا كصراع الديناصور لم نراه الذي نراه في السينما. إنه غير مرن، غير مرن على الإطلاق لو أردت رأيي. استرخى في جلسته وأشغل لبابة تبغ ثم تسائب: هل طلبت لي قهوة؟ فعلت كما طلب، وبدا لي أنه مثقل بشيء يريد قوله لكنه لا يعرف كيف يبدأ. ودركت أنه سيقول الآن ما دام النوم لم يعد في برنامجه. في النهاية قال كلمته كأنما يريد الخلاص من عبء ثقيل: الأستاذة جيرهاتسن مالها؟ رغبة في الجواز. بدا لي الأمر غريبا، لقد كبرت على سن التلقي كبرت على سن تلقي الصدمات العاطفية، لهذا رحت أصغي له في برود كأننا نتكلم عن شخص آخر. وقلت فيما لو في بلا في لا في بلا مبالاة: هذا من حقه على ما أظن. قال في كياسة: لا اعتراض لدي، لكنها تريد الزواج ممن؟ وبدأت أفهم، فاتسعت عيناي رعبا بينما هو يكمل جملته: من الزعيم كوباكو لاجا. لا تفعلي من فضلك. 7. يا عزيزي علاء، كان أول ما تجسد أمامي في هذه اللحظة صورة كوباكو لاجا بسنه المتقدمة وبحجمه الضخم، أسنانه المنزوعة، بقطعة السلك في رأسه المخصصة لطرد القمل، بالعظمة في شفته السفلى، بالكيس الماء المتضخم في بطنه والذي لم يزيله أبدا لأنه يرمز لتمييزه عن وسط قومه. مددت يدي إلى كوب الماء وجرعت بعضه ثم أكرر السؤال: تتزوج من؟ الزعيم. لقد سمعتني، والسبب؟ هز رأسه ورشف رشفة من القهوة ثم قال ساهما: لأنها تحبه، هذا واضح. هذه المرة صارت أمام عيني صورتها بالذات وهي تقف وسط النسوة الإفريقيات تنفجر ضحكا. لماذا؟ لماذا؟ عدت أسأله لم تحاول منعها؟ حاولنا إقناعها بلا جدوى لكن ليس بوسعنا منعها، فامرأة رشيدة حرة بالكامل في تصرفاتها. حككت رأسي ورفعت سماعة الهاتف ثم تبينت أنني نسيت من كنت سأطلب، لهذا وضعتها ثانية ثم تذكرت أن هذا سيظهرني بمظهر المرتبك، لذا رفعتها من جديد وطلبت رقما لا وجود له. وظللت دقيقة أصغي للضجة المختلطة عبر الأسلاك
بعد قليل وضعت السماعة وسألته: وما دوري في الموضوع؟ خطر لنا أنك قد تستطيع أن تلعب دورا في إقناعها. أنتم أدرى بمواطنيكم، ولو كانت مقبولة فهذا ليس شأني، أعتقد أنها تحترمك بشدة. رحت أفكر في الأمر فيما بعد، سأحزن قليلا وأستوعب خسارتي، أما الآن فالأمر غريب لكنه ليس بجريمة، هي حرة وبالغة وتعرف كيف تتخذ قراراتها، لا يوجد ما يمكن عمله. لكن الرجل كان في حالة سيئة بالفعل، حتى أنني رجحت أنه يحبها سرا كما أفعل أنا. طبعا فيما بعد عرفت أن هذا كلام فاخر لا رغي، لكن حماسه وأحباطه كان غريبين، كان لابد أن أقول له شيئا ما. لهذا قلت له: الآن تكمل نومك في فراش آخر، وغدا أرى ما يمكن عمله. بعد انصرافي فتحت الدرجة ورحت أتأمل صورتها. لماذا؟ لماذا؟ في الصباح أجريت المكالمة التي خطرت ببالي وأنا في فراشي ليلا. جاء صوته عبر أسلاك الهاتف البعيدة يتساءل عمن هناك. دكتور ليكي، أنا سونيريه، رئيس وحدة سفاري، عالم الإنثروبولوجي الأكبر هناك، يصغي إلى قصتي وهو لا يعلق تقريبا، فقط يصدر همهمة بمعنى أنه يتابعني. فلما انتهيت من سرد القصة قال في عدم اكتراث حقي: لا أعرف عنها الكثير، لكن هذا شأنها على ما أعتقد، إنها لم تمنحك وعدم الزواج. كنت أخشى أن يقول شيئا كهذا، فقلت بعصبية: هل تقبل المبدأ؟ ليست أول عالمة أنثروبولوجي تفعلها، عالمات كثيرات فعلنها، إنها رغبتهن في أن يعشن التجربة من الداخل لا الخارج، وفي كل مرة كانت النتيجة دراسة تستحق. هذا الزواج نموذج فريد في عدم التكافؤ الحضاري والثقافي والمادية والجمالية وكل شيء، هذا هو ما يجعله تجربة فريدة تستحق الدراسة. ترى ما يحدث للزوجات الخيالية من التكافؤ الحضاري والثقافي والمادي والجمالي وكل شيء. بدأ لي موقفه ثابتا كأنه اتخذ قراركم من قبل ولن يتزحزح عنه. قلت له بصوت مبحوح: إذا أنت لا تقترح شيئا؟ أعتقد، قال بهدوء، أعتقد أنها تعرف جوانب الموضوع وقد اتخذت قرارها بعد تروي، لكن لا أرى ما يمنع من أن تناقشها مرة أخيرة. وانتهت المكالمة. جلست أفكر في الأمر. أخيرا قررت أن ألحق بالرجال العائدين إلى تركيانا صباحا، لا بد أن أعرف سر قرارها الغريب هذا. لماذا؟ لماذا؟ هبطت الطائرة مبعثرة الرمال في كل صوب، وكان عدد من رجال تركيانا يقفون يراقبون المشهد فيما لا مبالاة. ترجلت من الطائرة ومشيت وسطهم أوزع التحيات بملامح الوجه. أخيرا رأيت مرجئة تقف مع إحدى النساء وهي تجرب أن تلف شالا أحمر فاقع اللون حول خصرها. كانت ملامح الحياة عدة أسابيع في هذه البيئة الصحراوية القاتلة قد بدت علي. صار لون بشرتها كسرطان البحر المسلوق مع الكثير من التجاعيد، أما شعرها فصار كتلة ليفية لا تعرف كيف تفكها. قالت لي حين رأتني: مرحبا. شعرت بغصة في حلقي وقلت لها: أريد أن أتحدث عن الانفراد. وكذا استحببتها بعيدا عن مجال السمع والنظر. وأخيرا قلت لها في عصبية: ما هذا الذي سمعته؟ أعتقد أني خمنت الموضوع، هؤلاء الصبية لا يصدقون أني فتاة رشيدة حرة الاختيار. في اشمئزاز هتفت: هل تتحملين الحياة مع هذا المخلوق؟ إنني لا أطيق رضيته بعد دقائق. لو كنت تنوين التضحية بحياتك من أجل إضافة سطور جديدة في علم الإنثروبولوجي فأنا أنصحك ألا تفعلي. هذه المرة صارت ملامحها أكثر جدية وقالت بإخلاص لا شك فيه: سأكون صراحة معك، بالنسبة لهؤلاء القوم أنا بشعة كسحلية، نسخة أنثوية بهتة محروقة، ولا أحسب أن في شخصي من الصفات ما يروق لزعيم. ثم انفجرت صاحقة: تصور، هذه هي فرصتي في الحياة كي أتزوج زعيما، لا أجد هذا مسليا. بعيدا عن المزاح الذي تجده أنت غير مسلي، أنا فتشت في العالم المتحضر كله على رجل حقيقي، رجل بمعنى الكلمة، رجل كما خلقه الله لم تتلفه الحضارة وتشعله مائعا يقبل أنصاف الحلول، رجل لا يخشى أن يقول لا ولا يخشى أن يقول نعم، رجل لا يخشى أن يكون فظا ينذر زوجته أنه سيضربها ثم يضربها. ستفي غيظ، هل هذا ما يروقك في الأمر؟ أن جمعيات الحر وحقوق المرأة لن ترحب بما تقولين، كل هذه الأعوام من التحضر تدمرينها أنت في نفس في ثانية، لكنك تتوقين إلى الرجل الكافي الذي يحمل الهراوة ويجر المرأة في من شعرها. ولما لا؟ لقد وهب الله العضلات كي يفعل هذا، وهب المرأة الشعر الطويل كي يرجرها أحدهم. تعلم أن المرأة ذات الشعر الطويل القصير كانت منبوذة في تلك المجتمعات. ثم نظرت للأفق وقالت كأنها تحلم: منذ مليون عام ونصف يعيش هنا على ضفاف في البحيرة، لم يتعاقد مع شركة تأمين، ولم يصرف شيء كم في مصرف، لم يقود سيارة ولم يقرأ صحيفة، إنه الإنسان البكر الذي لم يتلوث، لن تجد واحدا مثله أبدا. أنا رأيت زنوجا يرقصون الديسكو، شاهدت البدائيين في بابيو غينيا الجديدة،
يحملون أقراص الكمبيوتر المدمجة، الهنود الحمر يمثلون في السينما، الأستراليون البدائيون يعرضون بدايتهم طمعا في مزيد من الجنيهات. باختصار لقد تلوث العالم، هذا هو الموضوع الأخير المعقل الأخير الذي ظل يحتفظ ببدائيته الأولى. هذا الرجل يلمرز لهذا الطهر الأولي، لهذا أريد أن أتزوجه. لقد رقد زوجته أمامنا وكاد يقتل أخرى، هذا هو تعبيره البداية عن امتلاك الحب. جئت أخنقها، لم أرى في حياتي منطقا معكوسا كهذا. الإنسان يكافح مئات السنين من أجل خطوة في طريق الرقي والتحضر، وهي تأتي لتعلن أن هذا كان في طريق الهدم للبناء. إذن أنت لا ترينن رجالا؟ هزت كتفها وقالت مراوغة، لو أني لا أعتبر نفسي امرأة، الخوف كل الخوف ألا يقبله. نظرت لها مفكرا، لو كانت تلعب لعبة ما فهي بارعة جدا، كنت سأحترمها لو قالت أنها راغبة في دراسة هؤلاء القوم وأداة دراسة فريدة عنهم، وبعدها فليذهبوا إلى الجحيم. لكنها تتحدث عن الحب في النهاية. قلت له أنا أبتعد، أتمنى لك التوفيق، وإن كنت لا أعرف كيف صاحت وقد وجدت أنني أبتعد لحظة، الأمر ليس بهذه البساطة، لابد من أب لي. أب لي؟ التفت لها في حيرة، ماذا تعنين بالضبط؟ لا أستطيع أن أطلب منه الزواج، لابد أن يقابل أبي ويتكلم معه، هذه هي التقاليد، والتقاليد هنا كحد السيف لا تهون فيها. إذن هاتي أباك، لا أعرف عنه شيئا، أنه في أصله وربما توفي على الأرجح، هذا يحتم أن يلعب أحدكم من هذا الدور، فالزعيم سيصدق أي شيء. كان الغيظ يكاد يطير صوابي، لكني تمسكت وقلت في حزم، عليك بكل فرد، إنه قائد الفريق، أي أنه الأب الروحي لكل منكم. مطت شفتها السفلى ملواسة بالنكتين وقالت في إحباط، إنه يأبى، ما من واحد بين النرويجيين يقبل هذا الدور. ثم قالت في شرود وهي ترج لفافة تتبغ من علبتها، لن أفهمهم أبدا، حسبت أني أردت شيئا، هو من صميم اختصاصي، هم كذلك أحرار. نظرت لي في ثبات بعينيها الظاهرة وقطعين وقالت، وماذا عنك أنت؟ 8. زفاف حبيبتي. عزيزي علاء، كما تعرف يا علاء أنا لست من الطراز الذي يظهر عواطفه بسهولة، لكن سخرية الموقف لا تخفى على أحد. حاولت التملص لكنها أصرت على أنني السبيل الوحيد لتحقيق سعادتك. أنا لا أرى في الموضوع سبيلا لسعادتك من أي نوع، هذا يقع على كاهلي. افترضي أني رفضت، لن تفعل، ولماذا ترفض؟ أنت تعرف هذا الشعور الدرامي الذي يدفع المرء إلى ارتكاب أعمال عجيبة لا يقبلها في ظروف عادية، لعلها تلك الرغبة الماسوشية في عقاب الذات. في الوصول بهذا الموقف الساخر لأقصى درجة له، نفس النزعة الدرامية التي كانت تدفع الحكومة المحكوم عليهم بالإعدام في إنجلترا إلى أن يقدموا البقشيش للجلاد، لماذا لا نتركها تعيش هذه التجربة؟ إن الأيام لخير معلم. وافقت على مضض، وإن أفهمتها أني لا أعرف شيئا عن الدور المطلوب سأشرح لك كل شيء، فأنا صرت أتكلم لغتهم جيدا. لما صرحت النرويجيين ذلك ضربوا كفا بكف وهتفكي لسان غاضبا، أنت جننت، لقد طلبنا منك العون لكنك شئت تزيد من متاعبنا. قلت له في صبر، حيث جلسنا هناك خلف جمل يبرق على الرمال ويشتر طعامه في تراخ، اسمع يا صديقي، مواطنتكم هي المخبولة لا أنا، لقد استبدت بها غريزة الاستشهاد من أجل العلم وكل هذه السخافات، وهي تعتقد أنها تفعل أهم عمل قامت به في حياتها. ليست المشكلة مشكلتي، ولكن إن لم أقبل أنا ستجد من يقبل، لا أستبع أن تجيء بليكي كي يقوم بهذا العالم، أحسب أنه سيتحمس لهذا، لهذا قررت أنه لا مانع من تقديم هذه الخدمة لها، هبها مجاملة أخيرة. وفي اللحظة التالية وجدت نفسي على الأرض وزقني تؤلمني بعنف، من فعلها ليس الاستنتاج صعبا، إنه ذلك الصوت أوسكار، ذلك الذي لم يفتح عليه الله بكلمة واحدة منذ بدأت الحملة، لكنه الآن قرر أن يبدأ بالفعل. هو زي يقف أمامي مقاورا قبضته وعيناه الزرواقتان ينبعث منهما الشرر، وقد انتصر، الشعر الأشقر حول رأسه، فبدأ كأسد، أسد النرويجيين غاضب يريد الفكتة كابي. أسرع كولفورد والباقون يحطون بهذا المجنون، على حين جلست في مكاني الهيسن قلت وأنا أمسح ذقني، أنتم معشر النرويجيين تحيرونني، حسبت بلادكم مقل الحرية الشخصية، أنتم تتصرفون كأسرة في ريف إيطاليا تدافع عن شرف ابنتها. ثم رأيت عينيه من جديد ففهمت، لم أكن الوحيد الذي يحبه إذن، قال كولفورد وهو يسيدا على النهوض وينفط الرمال عن ثيابي، معذرة لحمق صديقنا، أنت تفهم، أرجو أن تنسى هذا الموقف تماما. وقال كيلسان، أنت لن تكتب هذا في أي تقرير؟ ها؟ هززت رأسي ولم أقل شيئا، ابتعدت.
كنت أتجه لأخوخ الزعيم. عند المساء جلست في الخيمة التي منحوها لمارجريت. كانت جالسة متوترة لكنها لا تكف عن التقاط الصور الفوتوغرافية. المشهد كله مثير للسخرية، لهذا استمتعت به إلى أقصى حد. إن من قرأ فولتير في سن العاشرة مثلي لابد من أن يستمتع بما في الموقف من سخرية. أجمل السخرية وأقواها هي التي نسخر فيها من أنفسنا. من بعيد أرى حشدا من رجال تركانا يتقدمهم كوباكو لاجا الرهيب، يبعثرون الرمال من حولهم. لقد قبل كوباكو لاجا أن يتنازل ويطلب يد ابنتي مني. وصل إلى الكوخ وسط أضواء الفلاش، فوقف قليلا ينظر لي ثم لعروسه المرتقبة، ثم قال شيئا ما بصوت الغليظ يقول أنه يريد استعارة ثورك. قالتها مارجريت بصوت خافت من خلفي، ثم أردفت الثور هو أنا طبعا. مفهوم مفهوم. نظرت لوجه الرجل الكالح الصلب وقلت موافق لكنه ما زال صغيرا. نقلت له مارجريت ما قلت، فهز الزعيم رأسه في رضا واستدار مبتعدا. استدرت إلى مارجريت متسائلا هل هذا كل شيء؟ لا، هذه هي الموافقة المبدئية، سوف يذهب ليتزين ويعود غدا. عدت أنظر لها وتسألت في حيرة، بعد كل أعوام التقدم هذه تفخرين بأن يعتبرك أحدهم ثورا؟ ضحكت وقالت لا توجد ضغائن شخصية هنا، هذه هي التقاليد، لابد من هذه المحادثة، سيكون رائعا. ما هو كتابك عن طقوس الزواج عند التركانة؟ صاحت محتجة وهي تركل الرمال في وجهي. كف عن السخف، ما زلت مصرا على أنني أفعل هذا هو كله من أجل كتاب؟ قلت لك أني أفعل هذا لأني أريده. بدت لي فتنة في هذه اللحظة، وخطر لي إن كان أنه كان خيرا لي ولو ولدت زعيما في تركانا ألبس جلد الأبقار وأغرس قطعة سلك في رأسي. أحيانا تكتشف أن هذا خير لك من إدارة وحدة سافاري الكئيبة. ومن بعيد رأيته قد كان قادما نحونا من أمن ليو كيريو الساحر طبعا، وليس وحده، إنه يحمل قربة من الجلد مليئة بشيء لا أفهمه. كان قد تأكد من رحيل الزعيم، هكذا اتجه نحو خيمتنا بخطى ثابتة ووقف ينظر لي في ثبات. كنت دوما أشعر بالإشمئزاز من هؤلاء القوم حتى لو لم يعادوني بالذات. من هو ساحر القبيلة؟ إنه مدع لا يجيد الصيد ولا يجيد حلب الأبقار وليس قويا ليدافع عن القبيلة. لم يغرس غرسه وليس له رحم لينجب الأطفال ولا يستطيع تشييد خيمة. ما هو دوره في الحياة إذن إلا دوره؟ ولو أنصفنا لتخلصنا منه في أقرب مستنقع، لكنه يعرف كيف يعوض هذا كله بالمزيد من النصب. يلبس أغرب الثياب ويقول أغرب الكلام. إنه خبير بالآلهة والمفضل عندها، وإنه يعرف كيف تفكر وماذا تريد، وهكذا ينال الاحترام والمهابة ويكسب ويأكل أفضل من كل الكادحين من حولي. إنه لا يساوي قلامة ظفرهم لكنه ينال كل شيء. هذه هي اللعبة. منذ كانت آمون يخذون القرابين من الفلاحين البائسين ثم يدخلون قدس الأقداس ليجلسوا مع الإله، بينما هم في الحقيقة يريدون التهام كل هذا البط والجبن والبصل. بعد هذا يخرجون ليقولوا للناس إن آمون راض، إنهم خبراء يعرفون متى تزوج آمون ومتى أنجبت إيزيس. هذا كل هذا وآمون لا وجود له أصلا. كنت غارقا في هذه الخواطر وأنا أتوقع ردة فعل عدائية من ذلك الرجل المقيت. توقعت أن يبصق علي ويبعثر الرمل في وجهي. الحقيقة أنه فعل شيئا من هذا لكن على طاق أوسع. لقد قذف محتويات القربة على وجهي. وعندما أدركت أني ملوث بالدماء وأن مارجريت ليس أفضل حالا، الأرض قد ملأ القربة بدم حيوان مسبوح. يبدو أن هذه من علامات اللعنة هنا. يا لك من مقرف، قلته ونهضت غاضبا، بينما ولا هو الأدبار ويحرك قدمين العاريتين حركات راقصة معينة. نهضت عازما على الفتك به، خاصة وهو لا يتفوق علي في الحجم. لكن مارجريت صاحت وهي تبصق على الرمال، دعه أنت لا تقدر مسؤولية الاعتداء على رجل مقدس كهذا. قلت لي أنه ليس مطلق السلطة، ليس إلى درجة ضربه، إنه مختص لأن كل تحذيراتي من المرأة البيضاء الخبيثة لم تلق أذنا صاغية. دعه يفعل ما يشاء. جاء المساء التالي، وفي هذه المرة دوت أصوات الغناء من حناجر الرجال والنساء، غناء بدائي جدا لا يشبه تلك الأصوات الرخيمة التي تسمعها في سيراليون والكاميرون وأرض الزولو. من بعيد رأيت العريس قادما، كان قد فرد قامته وارتدى أسمالا حمراء فاقعة اللون، أغمض عينا واحدة كعادته حينما يحب أن ينظر بتركيز، وعلى وجهه رسم علامات الإشمئزاز والتأفف كأنما هو تنازل بقبول الزواج من ابنتي. هو شيء لا يريد الوغد لكنه طلب منه بالإلحاح. نسيت أن أقول أنه في ذروة أناقته ما من أمير دخل قصر فرسي
أيام الملكية في منظر أبهى من هذا، ما من لورد بريطاني دخل كاتدرائية وست من نستر بثياب أكثر إبهارا. لقد استحمى بالطين الكامل فغطى كل شيء فيه، ثم نثر قشر بيض النعام على هذا الطين فصار يشبه سلحفاة طائي مغطى بالوحل الجاف والقشور، تشنى نحونا ثم وقف على بعد أمتار مني وألقى بشيء في لفافة عند قدمي. هذا تبغ لا بد من الكثير منه لوالد على العروس. ثم إنه أشار الوراء، هنا رأيت النوق عددا كبيرا منها يقف في الخلاء. قال كل فرد وهي يقترب مني، هذه هديته لك 12 ناقة بالتمام لك، أنت صرت ثريا. أصابني الذهول فاستدرت أسأله، هذا مهر العروس إذن؟ بل أعتبره ثمنها، لكن هذا سعر أقل من زوجته التي عالجتها، لأن المرأة البيضاء لا تستحق كل ما دفعه في زميلتها السوداء. لاحظ أنه لم يتحمس لهذه الزيجة بل قبلها على سبيل المجاملة. تخيلت نفسي عائدا لوحدة سفاري على ظهر ناقة ومن خلفي قافلة من النوق، وابتسمت في سري، هذه هي المهن المربحة بحق. في اللحظة التالية كان الزعيم يجر مارجريت في كثير من الغلظة نحو خيمتي، بينما باقي القبيلة يهللون ويغنون، واحتشدت حولها مجموعة من النساء، رحنا يصفقن ويصدرن أصواتا غريبة من الحلق، إنهن زوجات الزعيم الأخريات. فهمت من مارجريت أنهن لن يحاربنها، بل هن يرحبن بكل زوجة جديدة، لأن هذا يخفف العمل الملقى على عاتقهن. لقد كسبنا يدا عاملة جديدة، الكل سعيد ما عدا الحمقى الأوروبيين. يبدو أن حفل الزفاف كان مختصرا، وانحيت على الأرض، التقط التبغ ورحت أمضغ على سبيل المزيد من تعذيب النفس. لو أنها فقط انتقت قبيلة أقل بدائية، لو أنها انتقت زوجا يمكن أن أرى فيه ميزة واحدة. ربط كل فرد على كتفي وقال، لا تبتئس يا صاحبي لعلها ترشده إلى هجر الوثني. بصقت التبغ وقلت بصوت مبحوح، لا أعتقد، أرجو ألا يقودها هو إلى الوثنية، إنها معجبة به كما هو من دون قشرة الحضارة، لا أعتقد أنها ستحاول تغيير شيء في عالمي. وهتف أحد النرويجيين، هل تشاركنا حفلة تأبين؟ وقال آخر، أنت صرت ثريا، ماذا ستفعل بكل هذه النوق؟ قلت شارد الذهن، سأبها الأول راعي هنا يقبل أن يعني بها، إن المرأة مثقل المسؤوليات فلن أضيف إليها قطيعا من الإبل. ونظرت بالطائرة، كنت أعرف أني سأعود الليلة إلى سفاري، هذه المرة لم يعد لي مكان هنا فعلا. كالعادة دخلت فراشي وغرقت أفكاري بين صفحات ديوان أنا وأنت للشاعر بول جيرالدي، الديوان الذي لم أكف عن قراءته من 20 عاما. لما لا، والشاعر نفسه قال إن نجاح هذا الديوان الواقح ظل يطارده 40 عاما. آه لو تعرفين ما يدور في نفسي هذه الليلة من طموح وكبرياء ورغبة وحنان، ولكنك لن تستطيعي. آه أحبك أحبك، هل تسمعين؟ مجنون بك، إنني أنطق بذات الشيء في كل مرة. تضحكين؟ تقولين أنني غبي؟ ماذا أصنع لتعرفي ماذا ما أقول؟ فارغ ما أقول، أريد أن أفصح، أن أعبر، أن أترجم، أريدك تعرفين، تعرفين ماذا؟ إن الحب هو أنت أنت. حقا لا أعرف متى سقط الكتاب من يدي ولا متى نمت، لكني حلمت كثيرا جدا بأستاذ فرنسي نحيل وحيد وسط الجليد، ضل طريقه هناك شخص ما يتحرك من بعيد لكن بلوغه مستحيل، ورأيت وجهي أكثر استحالة، يحاول الأستاذ أن يتماسك ولا تنزلق قدماه، في النهاية اتسع شرخ تحت قدمي وسرقت وهو يسرق. كل أحلام السقوط صحوت قبل أن أبلغ الهاوية، فوجدت السجادة مبللة. 9 تطورات. طبعا بعد فترة لم يعد سينوري يتكلم عن هذه القصة، وانشغلت في مشاكل أخرى من مشاكل سفاري التي تعرفونها والتي سأحكيها فيما بعد. مرت تحت جسر حياتي مياه كثيرة، كانت خطاباته عادية تتحدث عن تأملاتي في الحياة ومشاكلي في الإدارة، إلى أن عاد بعد 7 أشهر يتكلم من جديد عن تلك العالمة النرويجية. عزيزي علاء، أنت تعرف أني لم أرى مارجريت منذ تلك الليلة، وأعتقد أني نسيت وجودها في العالم، وإن كان هذا بجهد عنيف قومت به نفسي. أما عن فريق النرويجيين فقد قضوا في المنطقة 2 آخرين، ثم عاد نصفهم حول ضفاف تركانا، وقدرت أنه لم يقتربوا بعد من محاولة إحياء مشروع الأسماك، على أن هؤلاء القوم لم يعودوا يعرفون شيئا عن مارجريت، لأن القرية كلها ارتحلت كعادة تركانا إلى مكان آخر صالح الرعي.
بينما النرويجيين مستقرون قرب البحيرة. هناك أخبار أخرى سارة نوعا من هي أن تمساح من تماسيح تركانا اتهم واحدا من الفريق يدعى جيرهارد. لقد قرر الفتى أنه طرزان وأن بوسي السباحة في بحيرة تركانا دون أن يعترض أحد. أما التمساح فيبدو أنه حسبه صورا بريا. كان رأيي دائما أن تماسيح كينيا هذه لا تدقق في اختيار طعامها. كل هذا كان يسير بالوتيرة المعتادة، لكن ما فجر اللغم الغارق من جديد هي تلك المكالمة التي جاءتني ذات يوم في وحدة السفاري. خمم من المتكلم ليكي شخصيا، سألني عن أحوالي وأحوال الفريق ثم عن تلك العاملة النرويجية التي تزوجت. قلت لها لا أعرف عنها شيئا منذ حفل الزفاف. قال ضحكا عبر الأسلاك حتى أنه كان بوسعي أن أرى حجبيه يرتفعان وجبهته تتجعد. إنها تحرز نجاحا عظيما، قرأت لها الكثير من الأبحاث عن تركانا في مجالاتنا المتخصصة. طلعت ريقي وسألت متى الأشهر الأخيرة. إنها تنتج نحو بحثين كل 3 أشهر. شعرت بدهشة عارمة. إذن هي تعمل في أي ظروف وتحت أي ضغوط؟ برغم هذا تجد الوقت لتكتب وترسل المجلات، ثم كيف ترسل ما تكتبه؟ قال لي عبر الهاتف لا توجد مشكلة في إرسال الأبحاث بخط يدها مع أي شخص متجه إلى العاصمة، لكن المحير أنها صارت لغزا في النرويجية. أحد يعرف أين هي في كينيا بالضبط؟ أنا وأنت نعرف عدد محدود من الفريق. زوجها يبحث عنها بجنون. زوجها؟ نعم، هي لم تحصل على التراقي بعد. كذبت علينا. إذن إن لها زوجين الآن، هذا مخطر لي. يحسن لو لقيتها أن تنصحها بعدم العودة إلى وطنها قبل أن تسوي أمورها مع الزعيم. وضعت سماعة الهاتف شاعرا بحيرة عارمة. إذن هي كذبت مرتين، المرة الأولى حين زعمت أنها مطلقة، المرة الثانية هي زعمت أن الحب هو سبب ارتباطها ولا علاقة لهذا بعلم الأنثروبولوجي. كنت أحمق حين منحتها الثقة. إنها تكذب طيلة الوقت على الجميع. ولماذا تكذب لا أعرف، لكن من قال أن مارغريت امرأة بسيطة هينة الشأن؟ إنها قوية في إلى حد لا يوصف ويمكنها خداع الجميع. قلت لنفسي إن هذا لم يحدث فارقا، لن يتغير شأن في القصة، فأنا لن أرى ثانية. لقد كنت مخطئا. هلو دكتور سينيوري، أنا ميكوس. كان هذا صوت صديقنا اليوناني يتصل بالوحدة، وكان يتردد مع طقم تمريض على قرى تركانا مرة أسبوعيا بانتظام. فنحن لم ننهي المشروع، وإن كان يرتاد جماعات مثل لوكيتشوكو ولوكيتشار وإليا، ولم يعد قتل جماعتنا الأولى. هالو ميكاس، هات ما عندك. لدي حالة يجب نقلها للوحدة، أقترح أن ترسله إليها طائرة. سأفعل. ولكن المشكلة جرح النفس في جدار البطن. إنها تلقت طعنة من أماليتي، نوع من المدى الخاص بهم. سأرسل لك الطائرة. وأصدرت تعليماتي لقائد الطائرة كي يتجه إلى المكان الذي حدده ميكاس. وبعد أقل من ساعة سمعت المحركات تهدر في الفناء الخلفي للوحدة، حيث تهبط الطائرة في كل مرة. بعد ساعة من العمل قررت أن أتجه إلى قسم الجراحة لأرى ما تم هناك. فصدمت بالمحفة أثناء خروجها من غرفة الجراحة. كانت فوقها امرأة من التركانة مغطاة بالطين تقريبا، فلابد أنهم احتاجوا إلى جهد كبير كي يزيلوا كل هذا الطين ويجدوا موضوعا يفتحون فيه. والذي لا شك فيه هو أنها تعتبر من فاتنات تركانة وأكثر نسائها أناقة. من خلفها يا أرتو رئيس شرودر، جراحنا الألمان البارح كان ينزع ثيابه وينسرسر مع طبيب آخر جواره. لابد أنها كانت مهمة شاقة، قال وهو يمشط شعره أمام مرآة كبيرة. ليس إلى هذا الحد، إن الجرح مرعب لكنه ليس خطيرا. وأعتقد أن فريق أطباء كان هناك كان مزعورا أكثر مما يقتضي الأمر. ثم اتجه للمرأة النائمة تحت الأغطية وصاح بصوت عال، هلما يا مارغريت لقد انتهت آلامك. شهقت المرأة وسالت، ثم مدت يدها لتنزع أنبوب القصبة الهوية الذي كان يتدلى من فمها، وهي الطريقة التي يحبها أطباء التخدير. دع المريض ينزع الأنبوب بنفسه. انتزعته وطوحت به جانبا، ثم راحت تقرع الهواء قرعا. الآن أرى وجهها لشدة ما تغيرت. لقد تزالت شعرها بالكامل ونحل وجهها. سمت ممثلة السينما صلعاء مثلها لم أعد أذكر اسمها، وكانت ترتدي ثياب هؤلاء القوم تركانة. للممثلة بالضبط، باختصار صارت منهم تماما، فلم أتعرفها إلا حين سمعت اسمها. صحت في دهشة مارغريت، ولكن كيف حدث هذا؟ نظرت لي بهاتين العينين الزجاجيتين التي لا تريان، المميزتين لمن يفيقون من التخدير، ولم تقل شيئا. فتطوع الجراح الألماني بالإجابة. طعنها أحدهم. إنها تقول إنها علماء نرويجية تدعى مارغريت. لا أعرف كيف وماذا تفعل هناك، لكني أعرف هؤلاء العلماء كل شيء جائز.
ثم أضاف وهو يرتدي قميصه: لو ارتفعت الطعنة قليلا لانفجرت حويصلات مائية تحت الحجاب الحاجز، ولو هبطت قليلا لمزقت الجنين. جنين؟ لم أعرف ما أقول، فتركتهم يأخذونها إلى العنبرات وإلى مكتبي شارد الذهن. حاولت أتذكر شيئا عن تلك الطبيبة الشقراء التي فتنتني يوما فلم أستطع. كل ما رأيته على المحفة امرأة من تركيا قضت حياتها في صنع السلال وحلب الأبقار. هكذا فتحت الدرج بحثا عن الصور القديمة وشرعت وأفحصها لأشد ما نتغير. من قال أن لنا وجوها وطباعا ثابتة؟ إننا كالشلال نتبدل في كل ثانية. بعد ساعة أخرى اتجهت إلى عنبر الجراحة. استقبلتني ممرضة بريطانية حازمة تذكرك بمديرة مدرستك، قالت لي في عصبية: هؤلاء القوم لماذا يستحمون مرة واحدة؟ لقد فسدت الأغطية تماما، كان المفروض ألا توضع في الفراش قبل أن تأخذ حماما. تخيلت رجلا مطعونا في بطني برغم أن يرغم على أن يستحم قبل أن يسمح له بالرقاد في الفراش، ولسبب ما لم ترق لي الفكرة. كانت هناك صورة أشعة رئتها معلقة جوار الفراش على مصباح صغير. من الخطأ أن تتقص صورة أشعة سنية لامرأة حامل، ولكن يبدو أنهم كانوا مجبرين. أضف لهذا أنها حتما في مراحل الحمل الأخيرة، وفي صورة الأشعة رأيت بوضوح أن هناك حويصلة مائية في الرئة اليسرى. هذا هو مشهد ظهور السوسن فوق بحيرة الشهير. هذه الأشعة تعتبر بطاقة هوية، شهادة الجنسية تثبت أن مارغريت صارت تنتمي للتركيانة. لقد نالت الخاتم الذي يميز هذه القبيلة عن سواها. في صمت توجهت إلى مارغريت التي كانت راقدة مفتوحة العينين، وهناك خرطوم محاليل يتدلى إلى ذراعيها. لغدس أحدهم وهجها بعناية فبدأت ملامحها تعود إلى الوجود. وقفت جوارها بعد الوقت ثم قلت: كيف حالك يا مارغريت؟ سالت قليلا وبدأ الألم على وجهها، ثم قالت بصوت مبحوح: إنه الساحر ليكيريو. مرة واحدة على الأقل كنت أنت محقا. لماذا فعل ذلك؟ من البداية كان يكرهني باعتباري روح الشر في هذا العالم، ثم تفاقم الأمر حين شعر بتزايد سلطتي. ماذا فعلوا به؟ لا أعتقد أنهم سيؤذون. إن فقد الزوجة خسارة اقتصادية لا أكثر، أما فقد الساحر القبيلة فكفر صريح، خسارة روحية قد تقضي على القبيلة ذاتها. أعتقد أنهم تركوه وشأنه. صدى صمت طويل قطعته أنا بأن قلت وأنا أشير إلى الأشعة المعلقة: لقد انضممت بجدارة إلى تركيانا، هناك حويصلات مائية في كل سنتيمتر العين من جسدك. توقعت هذا، إن حياتهم لا تستغني عن المشية والكلاب، وطعامهم ملوث إلى حد كبير. صعد الدم إلى رأسي وددت لو صفعتها. أنت تعرفين هذا كله ولم يتزحزح موقفك قط؟ لماذا يتزحزح؟ كنت أعرف ما ينتظرني. أضفت في ضيق: وأنا أضبط معدل سريان السائل، بالإضافة لهذا أنت حبلة، والأهم أنك كذبت علينا مرتين. أنت متزوجة وأوراقك العلمية تنعمر على المجلات، لم يكن الحب دور في قصتك هذه. صدى صمت ثقيل، وأعتقد أنني للمرة الأولى لمحت دمعتين في عينها. قالت دون أن تنظر لي: أنت لا تعرف ما حققت هناك، لقد قمت بتدمير المشروع النرويجي بالكامل، أحرقنا ما تبقى من القوارب، أغرقنا السفينة بالكامل واستولينا على أجزائها. الثلاجات تم تفكيكها، في البديه كانوا يرتبون بي ولم يقم يفضلني بشكل خاص، ثم بدأ يتعلق بي بشدة. لا أحسب قدرنا على ترك يوما. وسألت هون استبدت بالحيرة وقلت: هذا التناقض لا شك فيه، أنت شئت مع ذاك الفريق النرويجي الذي أراد تنمية المشروع الأسماك. فقالت وقد بدأ العرق ينبض على جبهتها: جئت معهم بجسدي لكني لست معهم بأفكاري، إن النرويجيين يريدون تدمير ما بقي من هذا الشعب، أما أنا فأريده كما هو. أنت تعرف كيف؟ كيف؟ وبحثت عن تشبيه مناسب، في النهاية وجدت واحدا: تلك القردة في السيرك الذين التي يعلمونها تدخين الغليون وارتداء البذلة كي نضحك نحن ونشعر أن أموالنا لم تضيع هباء. كم تبدو سفيه خيفة سامجة، كم تبدو مبتذلة، في حين يكون القرد في أفضل وأروع حالاته، وحين تتركه يمارس حياته فوق الأشجار. اتركوا تركانا كما خلقها الله، كما كانت من مليون سنة، لا تحولوهم إلى قردة تصطاد السمكة كي يتشعروا بالرضا. وقفت ونظرت لها ثم قلت في حزم: لن تعودي هناك، لا أعرف لك كيف يمكنك منعي. الخطر هناك دائم وحقيقي ومستمر، هذا شأن الخاص. أنت هاربة من القانون، يكفي أن أتصل بالسفارة النرويجية ولسوف نمرح كثيرا. ضحكت محاولة ألا يصدر منها صوت، لكن الضحك غلبها فبدأ الألم على وجهها وهي تشعر بأن الجرح يتمزق. فلما انتهت النوبة قالت: كيف تثبت شيئا؟ أنا في عالم بلا أوراق، لا توجد جهة مدنية واحدة أثبتت هذا الزواج في أوراقها. ك
كانت أثناء ضحكها قد أزاحت الملاءة عن ساقها، فرأيت ذلك الخلكال الذي تضعه نساء القبيلة كلهن وسط الطين الكثيف حول الكاحلة. التقطت عيني منظر الكدمة. قلت له وأنا أعيد الملاءة إنه يضربك كثيرا طيلة اليوم، ولا أتفه سبب. وما في ذلك، نحن في الحياة مسؤولون عن قراراتنا، وأنا لم أرى شيئا لم أتوقعه. ثم اعتدلت في الفراش، قالن وسألتني عما إذا كان بوسعها أن تشرب فرفط بللت بلسانها شفتها الجافة وتأرجح رأسها قليلا، فهي لم تفق بعد من تأثير المخدر. قالت في مغمضة العينين: في وطني عرفت سيجورد مهندس الشاب الناجح، كان يعيش في عالم جليدي خاص به. النجاح في العمل وهو الشيء الوحيد الذي يؤرقه، وكان أنه يتظاهر بأنه يفعل هذا من أجلي أنا، لكني كنت أعرف لو لم أكن في حياتي لفعل نفس الشيء. وكم قلت له: لو كنت تفعل هذا من أجلي فلا تفعله. لكنه كان غارقا في هذا المجتمع الصناعي البارد السمج، لكم تمنيت لو يتشاجر معي يصفى. يعني لم أرى مرة واحدة مسرورا أو غاضبا حقا، وكنت أحلم بالأحراش الإفريقية، بالتماسيح تتشاجر في النهار، بالخراتيت التي تهجم فجأة من خلف ستار الأشجار، برقصات القبائل تحت ضوء القمر. هناك يفرح الناس حقا ويتألمون حقا. وهكذا بمجرد أن سمعت عن هذه الحملة التحقت بها ولم أسأله عن رأيه، فقد حملت حقيبتي ورحلت. ثم همست بصوت كالفحيح: أنا لن أعود هناك إلا في تابوت. تهيأت لمغادرة الغرفة، لكنها حست بحركتي فقالت بعينين مقمضتين: فقط أريد منك خدمة واحدة، عالجني من الحوسبات المائية ثم عدني إلى تركيانا. من الحكمة أن ننتظر حتى تضع والدها قبل أن نعطيها علاجا، لكني لم أرد أرد عليها وابتعدت مطرق الرأس. 10. العودة إلى البيت. لم أحاول أن أراه ثانية. إن أصدرت تعليماتي بأن تعيدها الطائرة لحيث جاءت بمجرد شفائها. لقد أحببته كثيرا، ثم برد حبي لا ساعيا، وتذكرت كلمة أوسكار وايلد: ثم شيء ما مبتذل في عواطف الذين كف المرء عن حبهم. لهذا لم أعد على استعداد لأي تعاطف معها من أي نوع. أتمنيت أن يحطم رجال تركان رأسها أو يطعمها لتماسيح بحيرتهم. أعتقد أني خمنت الموضوع. هؤلاء الصبية لا يصدقون أني فتاة رشيدة حرة الاختيار، لن أفهمهم أبدا. حسبت أني أردت شيئا هو من تصاميم اختصاصي، هذا شأن خاص، لماذا يتزحزح؟ كنت أعرف ما ينتظرني. دي كانت كلمتها. هكذا دوما ردودها في كل ما يتعلق بها. فنخدو نحن مجموعة من الأغواد الذين يحاولون فرض إرادتهم عليها. دعها تثق ثمن اختيارها، دعها تعاني قليلا. وانشغلت تماما في مشاكل سفاري المعتادة. جاءتنا بعض وفود من منطقة الصحة العالمية وتفشي وباء نزفة غريب استغرق وقتا في حصاره. وسافرت أسبوعا إلى النمسا بناء على استدعاء من إدارة، وهو شيء خطر، لكن اتضح أن الأمر يتعلق بتنظيم جديد للمعاملات المالية للوحدة. لدى عودتي وجدت في الوحدة كولفورد، هل تذكره؟ ومعه وجه نرويجي جديد. هو دكتور جيرار سمولدن. إنه خبير في خواص التربة وقد جاء يواصل الدراسات التي قام بها من سبقوه. قلت لكولفورد في تهكم: لا أحسب أن لا لديكم ما تبحثون عنه الآن. لقد دمر الرجال تركانا كل ما يخص مشروع نوراد. لم ينفعل ولم يغضب، فقط قال في نوع من الإحباط: هذا هو ما جئنا نناقشه، أن الدكتور سمولدن قد درس التربة هناك جيدا. كان سمولدن رجلا أصلع قصير القامة، يمكنك بالفعل أن تعرف في أي شارع أنه خبير تربة. لم ألقى أحدهم من قبل، لكني عرفته حين رأيته. كان من الطراز الذي تعلم كيف يتكلم بهدوء ولهجة آمرة بسبب عقد سببها له قصر قامته في المدرسة قديما. هل تعرف هذا الطراز؟ قال سمولدن بلهجته الرزينة أكثر من اللازم: الحقيقة أن كل شيء يدل على أن الرعي يحسن خواص التربة هنا. لقد انطلقنا في موقف خاطئ، هو أن الرعي يفسد التربة. لا صحة لهذا، يعكس أكثر النظريات العلمية بعكس أكثر النظريات العلمية نجد أن الأراضي التي رعت فيها ماشية تركان استعادت صحتها. لقد حاولنا أن نجعلهم ينقلون مواشيهم إلى مزارع خاصة، لكن حين جاء الجفاف وجدنا أن هذه المزارع لم تعد موجودة لشكل احتياطا. هكذا أدت هذه الفكرة إلى موت أعداد كبيرة من الماشية. لم أفهم ما يقول، فعدت أستوثق مما فهمت. تريد القول أن ما تفعله تركان هو الشيء الصحيح؟ نعم، وأن المشروع لا قيمة له.
نعم، كانت حسابات خاطئة، وقد أدركنا أن الطبيعة تعرف ما تفعل. ده هؤلاء الرعاة يمارسون ما كانوا يمارسونه من مليون سنة. تنهدت ارتياحا، لقد وصلت بعد كل هذا العناء للنتيجة التي توصلت لها في مكتبي. قلت لكولفورد وأنا أفرك يدي، معنى هذا أن رجالكم هنا سيرحلون، هذا ما انتويناه، والتبرع سيصل وحدة سفري لأنها قامت بما كلفت به بالضبط، لم نعتد التراجع في وعودنا. فكرت قليلا ثم قلت طبعا سيعود الفريق ثانية ناقصا اثنين، رجلكم الذي التهمته التماسيح وعلمتكم التي تزوجت. هز رأسه في حزن أن نعم. وهكذا صار بواسع أن أستعيد فريق العمل الذي كلفته بالزيارة الأسبوعية لبحيرة تركانا، وقررت أن الوقت قد حان لركوب الهليكوبتر وتفقد المنطقة مرة أخرى. من جديد راحت الطائرة تهتز وهي تبعثر الرمال في كل صوب، تصايح الأطفال ونبحت كلاب، لكن الانطباع العام كان باردا كالعادة. فالتركان كما قلت يمقتون الغرباء. ترجلت وأنا أحني رأسي كي لا تدفعني تيارات الهواء لأسقط، وحين فتحت عيني رأيت عددا من الرجال ورجالهم كانوا يقفون هناك بانتظار توقف محرك الطائرة كي يقتحموا عيونهم. تبا لوجوهكم الكالحة، وجوه تركان التي دبغتها الصحراء، وجوه الرجال الذين لم يعودوا أفضل حالا. حرارة الجو شنيعة يصعب أن تصدقها، ومن بعيد تتجرجرج الموجات في تيار الهواء الساخن المتصاعد، فتشعر وكأن هناك نورا نهرا فوق مستوى الأرض. ستكون هذه آخر مرة ولا سوف أنعم بها. قلت رجال سفاري لقد انتهت معاناتكم يا شباب، إن الروجيين أعلنوا أنهم حمقى، لقد قمنا بما في استطاعتنا. قال لي دكتور ميكوس الذي سيرته الشمس زنجيا تماما ما عدا بعض خصلات الأحمر الشعر الأحمر، ثمة مشكلة صغيرة يا سيدي. هل هي هنا؟ جلبوها أمس. أنت تعرف أن القبيلة تستقر في مكان حدود قراهم تتغير كالشلال في لحظة، لكنهم استقروا هنا منذ يومين. تقول أن هناك مشكلة، لقد وضعت مولودها من أسبوعين. لكنها ليست على ما يرام، فقالت ممرضة من سفاري وتتجف، لقد رأيت عملية وضع سابقة هنا، أسلوب غير إنساني، يقطعون الحبل السري بالأسنان ويستخدمون روس الماشية بكسرة. روس الماشية؟ مش عارفة أستوعب ازاي ده كله. ودون كلمة أخرى مشيت وراءهم، إني أتوقع الأسوأ. طبعا توقعت أن يقولوا أنها ماتت، لكنها لم تمت، ومعنى هذا كارثة أخرى. كانت هناك هضبة صغيرة ثبتت تحتها مجموعة من جلود الماشية على شكل خيمة، وجوار الخيمة كانت هناك عجوز كهرمانية تقف على ساق واحدة تراقبنا. أعتقد أنها مولدة القبيلة. ثمة ماعز تتحسس جلود الخيمة بأنفها، وطفل يلعب فوق الرمال. فتحت الستارة ودخلت، كان الجو ظليلا من الداخل، على الرمال دون أي حشية كانت مركبة راقدة لشد ما تغيرت. تغيرت حتى عن بعد آخر مرة لقيتها فيها، ذلك الشحوب وكل هذه القراصرة لا يوجد فيها شيء حي إلا عينها الزرقاوتين الرماديتين، وكانت ترمقان وهي راقدة. لأن شبه ابتسامة تلعب هناك، كان رأسها يستند إلى حقيبة من البلاستيك، ورأيت طرفا من محتوى الحقيبة، إنها مليئة بأوراق خطت باليد. قلت له وأنا أركع على الرمال جوارها، كيف حالك يا مارجريت؟ لم تنطق وإن تحركت شفتيها قليلا، دونوت منها أكثر وتحسست ذراعها النحيل، وعدت أسألها بما تشعرين، لم تنطق بحرف، وإن ظلت عيناها تنظران لي طيلة الوقت. مددت يدي وتحسست فكها، ثم بحثت في جيبي عن أداة تصلحه فلم أجد إلا قلمي. فتحت فمها بكثير من الجهد وولجت القلم حتى لامس اللهاء، وعلى حين رحت أكلمه كمن يكلم حصانا جامحا. صبرا، هذه الفتاة طبيب، يبقى صبرا. الآن اتضح كل شيء، أننا في ورطة حقيقية. نهضت وخرجت إلى الرجال الواقفين وجلست على الرمال شعرا بالرشفة تزحف إلى عمودي الفقري. نظرت له في ضيق وقلت مثل رأيكم، لو لم تكونوا قد تبينتم التشخيص الصحيح فأنتم حمقى. ودعا تركانا. عزيزة علاء، قال اليوناني وهو يمسح ورقة تيتانوس أصابها أثناء الولادة، هذا واضح، فقد أردت رأيك.
من علامات الكزاز الأولى، والمهم أن الفكين يتقلصان فلا تستطيع فتحهما. لهذا السبب يهتم أهل القبيلة بتهشيم بعض أسنانهم على سبيل الاحتياط حتى لا يموتوا جوعا لو أصيبوا بالكزاز. طبعا يكون الموت محتوما ليس بسبب الجوع على الأقل، حيث توجد جروح ملوثة خاصة برواسط الماشية. يصير الباب مفتوحا للكزاز، ومن الواضح أنها لم تتلق لقاحا أثناء الحمل أو قبله. البائسة أرادت أن تعيش حياة التركانة وقد عاشتها حقا، عاشتها حرفيا، عاشتها بكل التفاصيل. قلت وأنا أمسح وجهي: لا يوجد حل آخر، لابد من نقلها إلى السفاري حالا، لا يمكن تقديم الحد الأدنى من العناية هنا. وفي هذه اللحظة سمعناها تشهق وبدأت تشنجات الكزاز الشهيرة. صحت مناديا ميكوس ونهر والخيمة: عايزين بعض بن زودياذبين، وهل لديكم بعض الضمادات التشنج هنا؟ وسادت فوضى عامة، الكل يبحث عن آخر يصلح في جعبتي. طبعا الإمكانات وسط هذه الصحراء تعتبر نوعا من الترف. وقام كومس بتعبئة الحقنة وأفرغه في وريدها، بينما التشنجات تأخذ طابعا أعنف. تلك الضحكة الصفراء على ثغر كاشفتي عن أسنانها، والتقلص العنيف في الظهر الذي قد يصل أحيانا إلى تحطيم في فقراته. تبا إن الحالة عنيفة. أخرجت أخيرا مرة النوبة. على خير، المشكلة في مرض الكزاز أن المريض يظل وعيا طيلة الوقت، لا يفقد رشدته أبدا. قلت للشباب: هلموا سنحملها إلى الطائرة. هنا رأينا مجموعة من التركان يقتربون منا. أحدهم كان الزعيم، كان يتقدم في توده ضغطا بقدمها على الرمال في كل مع كل خطوة، كأنه يريد ترك أثرها للأبد. هتف كل فرد الذي وقف مع الرجال جوار الخيمة بشيء ما باللغة النيلية، فرد عليه الزعيم بخطاب طويل. سألته وأنا أنهض من جوار المريضة: ماذا يقول؟ يقول أنها لن تذهب إلى أي مكان. صحت في عصبية وقد صعد الدم لرأسي. جميل، لكنه ترك زوجة أخرى تقوم في وحدة سفره ولم يسأل عنها إلا أن عادت سليمة. هذا هو بيت القصيد: أنه يعتقد أنكم لن تعيدوها له سناة، إن الرجل الأبيض يريد استرداد من المرأة البيضاء. نظرت إلى كوباجو وغض جاب غضبا، وقلت: قل له أنها تموت وأن لا جهة في يدنا. نقله عباراتي فهز له الأخير رأسه بالرفض. يقول أنها ستموت في قريتها، إن باقي الزوجات يعنين بها. كان الأمر معقدا. الرجل مصر، ونحن برغم كل شيء نتحدث عن زوجته، ثم إن التفاعل عن طريق مترجم أمر بلا الصعوبة. لا بد من العناية بها. فجاء الرد الثابت: لن تذهب لأي مكان. ثم وكأنهن في موقف الموت، جاءت الزوجات. لابد أن عددهن لا يقل عن 6، وأحطن بالخيمة وهن يظهرن العناية بالمريضة. ولكن كيف تعني بمريضة كزاز من دون مستشفى؟ قال لي كولفورد وجفف عرقه: لا جدوى يا بروفيسيل، لن نستطيع أخذها من دون قتال، ربما نلجأ للسلطات، لن يساعدك أحد. إن تركيا لها علمها الخاص وقوانينها الخاصة، لن نقول أنها قابلة تحت القانون أو فوقه. جلسنا فوق الرمال على جزيرة عن الطريق. هذا القرار صحيح، إن الوقت يمر، لا بد من عمل سريع. فجأة سمعنا صوت ضوضاء، صوت غناء خشن الموجة. ظهر لنا ذلك المقبول الآخر، لوكيريو، وهو يحمل قبة جمجمة فارغة يبدو أنها تخص بشرين، وفي اليد الأخرى مدية. كان يتجه نحو الخيمة. أفسحت النساء إلى الطريق، فرق على ركبته جوار المريضة، ثم أشار أهل مدية وراح ينشدوا إنه يبغي فصدها. هذه هي الطمة الكبرى، لأن مريض الكزاز لا يتحمل أي مؤثر، ستبدأ التشنجات فورا. أضف لهذا أن له تاريخا غير مشرف عانى من قبل. صحت في هلع: انتظر أيها المجنون إنك. لكن كان هناك من يتحرك أسرع من صوتي، إنه ذلك الفتى أوسكار الذي عرفته من قبل أنه قصير الفتيل ساخن الرأس. قبل أن أفهم ما يحدث وسب فوق المخبول وانتزعه من قفاه كأنه دجاج، ثم ألقى به على بعد مترين من الرمال. تفت الساحر المجروح في كرامته وصار يصوب إصبعين مفتوحين نحو صدر الفتى ويرد التعويذ ما، لكن الفتى كان يملك تعويذة أخرى، تعويذ نرويجية لك، فشك في أنها تحمل أفظع السباب. ثم انطلق قسام نحو الساحر اللقط على الأرض، وجه ركلة عنيفة إلى ذقنه. بعد هذا كانت معركة عنيفة، لكن من طرف واحد يذكرني الأمر بألعاب الكمبيوتر التي تتم من طرف واحد. الساحر رغم لا يستطيع الفكاك، بينما الركلات واللكمات تنهمر فوقه. لم يحاول واحد منا أن يتدخل في الواقع، راق لنا الأمر إلى حد ما. والتفت كل الفرد إلى رجاله وقال شيئا ما فتوتروا. قال لي مفسرا: أمرتهم أن ينقلوها إلى الطائرة، سنأخذها قسرا. كان هذا ليكون أسهل لو لم تبدأ الزوجات في الصراخ بالزجاجات المذعورات. رحنا يولولنا ويلتمنا الخدود. يمكن بسهولة أن تعرف
بسهولة أن تعرف بسهولة ما يقول. تعالوا لتنقذوا الكرد، إن الكفر البيض يريدون قتله. المرة الأولى أرى الوجه المتوحش من تركيانا، لم أسمع فقط أنهم مقاتلون، هم رعاة مسالمون متشككون، لكن الوضع الآن اختلف. هناك 20 من رجالهم يركضون فوق الرمال نحونا، وهم يلوحون بأسرع غريزة. غضب على الوجوه، ومن الأفواه الخالية من الأسنان تخرج صرخات الموت. استعد كل فرد، اتخذ وضعا قتاليا ممتاز يصلح لمواجهة بروس لي شخصيا، فقط لترتطم أعصاب صدغي فهو على الأرض والدم يسيل من جرحه. هوت عصا غليظة على يد الشاب سيفر دراب فتكوم أرضا، لكنه استجمع قوة والتقط العصا ثم ضرب بها ساق مهاجمه والتحم على الأرض في قتال عنيف. وأخيرا برز الزعيم وهو يحمل أغلظ عصا في المجموعة، اتجه نحوي فوقفت بلا ما لا أنتظر، علما أنها النهاية على الأرجح. لكنه نظر لي ثم وصل الركض بحثا عن فريسة صالحة. إن الموقف يمكن تفسيره إلى حد ما، أنا حموه، ثمة رابطة عائلية بيننا، لكن لا رابطة تصله بكلسن. لهذا هو على كتفي بالعصا، فسمعت صوت تهشم العظام. الآن بدأ أننا في أسوأ وضع ممكن. هنا سمعت صوتا وهنا ينادي ميكوس. نظرنا للوراء فرأينا مارجريت تزحف خارج الخيمة، وكانت خونة تماما من فعل العقار لغت عقلناه، لكنها تتحمل تجر نفسها كالسحلية فوق الرمال وهي تكرر لا انقطاع. ميكوس قف أمامهم، لا ليكن جسدك حاجزا. ثم صاحت بالنيل وهنا قائلة شيئا ما للرجال الغاضبين، ميكوس نعك يعني. هنا فقط وقف ميكوس بيننا ورجال تركانا، كان يرتجف لكنه تماسك بقطع زراعي عن آخرهما، كأنما هو يطلب الاستشهاد في إحدى صور الفن البيزنطي الأيقوني. هل هو السحر؟ الجار يتخيلون عناصيهم يقفون صامتين ثم تنقص منهم الرؤوس. زحف كل فرد إلى جواري وهو يغطي الجرح النازف في صدغ بمنديل، وقال وهو يلهس، لقد ذكرتهم المرأة بأن ميكوس معنا، وميكوس هو روح الإسكندر الأكبر، لا أحد يستطيع أن يؤذيه أو يأذي رفاقه. ما زال تفكيرها صافيا، وهذه هي مزية ومأساة مرض الكزاز. ساد صمت رهيب. هنا تجسرت ورقدته إلى حيث كانت المرأة تزحف على الرمال، حملتها بين الأزراعية الوهنتين إلى الخيمة وهمست في أذنها ما كان عليك أن تفعلي هذا أيتها المخبولة. قال وهي تلهث ودون أن تفتح عينها، أنا سببت لكم الكثير من الأذى، أنا آسفة. هل استعملت فصاحتك يعني هذه الإقناعين بأخذك إلى المستشفى؟ استراحت في مرقدها من جديد ومدت يدها إلى الكيس الذي كان تحت رأسها وقالت دعك من السخف، أنت تعرف أنها النهاية، فقط اطلب شيئاً، لن أنت تأكد من أن طفلي سينشأ هنا سيكون من التركانة بلا تدخل منكم. ابتلعت تعليقاتي وقلت على مضض لك هذا. المطلب الثاني هو أن تحافظ على هذه الأوراق الإعلامية، إنها خلاصة ملاحظاتي أعطاها لليكي وسيعرف كيف ينشرها ويفيد منها. ثم مدت يدها تمسح شيئا على وجهي، هذه دمعة مدى نبتت هناك لم أشعر بها قط. قالت وهي تسعى لتذكر أنني فعلت ما أردت وأني سأموت راضية سعيدة. وفجأة وقبل أن أرد أنا دهمتها نوبة تشنج عنيفة، ارتسمت الضحكة السردونية الصفراء على صغرها وبدأت أطرافها تتشنج، اللون الأزرق يغزو شفتيها. إلي بالغوص نوبة أخرى. في هذه اللحظة أطلق رجال تركانا ونسائها نوع من العويل الذي يحطم الأعصاب أنينا طويلا لا ينتهي من الشفاه كلها، وكان أعلى الأصوات صوت الزعيم. اخرسوا يا حمقى، أنا لا أسمع نفسي. ورحنا نحاول في بلاء ننقصها، لكن ما عجزنا نحن عن فهمه، فهمه التركان بغرزتهم الصائبة. لقد ماتت المرأة وما عدا هذا مجرد رتوش. رحنا نحاول، حققناها بكل شيء معنا، الكثير من الهستيريا والصراخ من دون كلمة أخرى. أخرج كل فرد كتابه المقدس الصغير من جيبه ورقى جوار رأسها يتلو. صحت فيه، هل تعرف الطقوس؟ ألم ترتكب أخطاء؟ يقول هامسا وهو لا يرفع وجهه عن الكتاب، لا أعرف لكني أحاول كما تحاولون أنتم، فليحرمها الله إن حياتها مزيج غريب من الأخطاء الفادحة والشهامة والشجاعة والكذب والحمق. لا أعرف ما يستطيع عقل البشري أن يستخرجه من هذا المزيج العجيب. لنترك امرأة لقرار أحكم وقدرة أعلى. عويل الرجال والنساء يمتزج بصوت كل فرد الرقيم وهو يصلي، يمتزج بهاجة كلي بصوت أنفاسي وصوت سباب سفير دراب النرويجي.
كنا نقف هناك منكسي الرأس النرويجيين ورجال سفاري وبدائيون من تركيا، كلنا نرمق الجثة التي كان لها دور مهم في حياتنا معا. كلنا بشر نقف في الصحراء كأنما الموت قد أذاب أيات فوارق حضارية بيننا. الشمس تغرب، صورنا تتحول إلى سلويت فوق خلفية زرقاء، والبرد بدأ يسحب. عزيزة علاء، انتهت القصة. لا أعرف ما يمكن أن تستخلصه منها، لكني كرهت أن أعيشها من دون أن أقصها عليك. لقد تعلمت شيئا على الأقل، إن تركيانا جميلة كما هي، فلا يحاولنا أحد إفسادها. إنها جزء من الطبيعة ذاتها، كتماسيح النهر والشلالات ومساقط المياه والفيضانات، لا يمكن تغييرها. من الخطر تغييرها، ما لم تتغير هي من تلقاء نفسها. فقط علينا أن نكون قريبين، نساعدهم متى أرادوا المساعدة، لكن من دون خطط متعصبة مسبقة. الشيء الثاني هو أن مارجريت ماتت سعيدة، لقد أرادت هذه الحياة واشتهت تلك الميتة. في الخلاء ترى السماء من فوقها وتشعر بالصحراء من تحتها. ماتت كامرات عادية من تركيانا بعيدا آلاف الأميال عن وطنها. من الصعب أن نختار الآخرين ما يجب أن يحبوا، نحن مسؤولون عن قراراتنا وعلينا أن نتحمل النتيجة. كل الموجودين قالوا هذا، لكن ما قرأته في كتابات سارتر وهودجر لم يؤثر فيها قط كما أثر فيها هذا المشهد. موتها بالكزاز في تلك الخيمة في صحراء شمال كينيا هو باختصار شديد نتيجة القرار الذي اتخذته، وأشهد أنها تحملت نتيجته بشجاعة. على الأقل سيعيش ابنها وسط ركانها، سيعيش جزء من جيناتها هنا للأبد، لكنني لن أنسى بسهولة. سأظل أذكرها كلما رأيت حالة حويصلات مائية أو كزاز، وكلما سمعت اسمي النرويجي أو تركانا، وكلما غربت الشمس، بل كلما تنفست. لا أعرف ما سيكون في حياتي غدا، لكن كان هذا هو الحب الأخير وربما الأول. ولا أنكر أن هذا الخليط من التناقضات التي كان يعيش فيها قد استلب لبي كما لم يفعل شيء من في هذا العالم. أكتب هذه الرسالة وأعدك أنني لن أعود للكلام عن هذا الموضوع، كما ستعدني بأنك ستنسى كل شيء عنه ولن تحكيه لمخلوق. يجب أن يبدو مديري سافانا رمزا للطب المتجرد البارد الخالي من المشاعر الشخصية. هذا هو ما يجب أن يكون، هذا هو ما سيصير إليه حالي بمجرد أن تأخذني عجلة الأحداث الرهيبة والغريبة هنا في سفاري. شارل سينوري بورو. تمت بحمد الله.